ولا قوة إلا بالله. وبعدي ما بدي أفهم شو آخرتها. ما صار شي، شو بده يصير يعني؟ فوتي نامي. وهذا الإزازة اللي بالأرض؟ فلتت الكاسة من إيدي وانكسرت. بسيطة ولا يهمك، انكسر الشر. اطمني إن شاء الله إيدك ما صار لها شي. لا سليمة ما في شي. طيب روح أنت هلا على الصالون لبين ما لم الإزاز أنا من الأرض. أم راتب، بعد ما تخلصي تكنيس عملي لي فنجان قهوة. قهوة؟ صارت الساعة 12 بالليل بدك تشرب قهوة؟ ايه بدي اشرب قهوة حتى لو صار الساعة 4 الصبح. انتي خدمة رأي شي؟ طيب لا تعصب، هلا بساوي لك قهوة تكرم عيونك. يلا روح. تفضل. يسلموا ايديكي. الله يسلمك. شو أبو راتب؟ رح تشرب القهوة على الواقف؟ بتصدقي إنه نسيت حالي واقف؟ شبك أبو راتب؟ شو صاير معك؟ بالعادة أنت من الساعة 9 بتحط راسك وبتنام. صحيح، بس ما عم بقدر نام يا أم راتب، قلقان كتير. خير أبو راتب؟ في شي؟ حكي لي. قلقان مشان 50,000 ليرة. أنو 50,000 ليرة؟ ما بتتذكري 50,000 ليرة اللي أخذناهم من جارنا أبو غانم ودفعنا براطيل لدائرة المشاريع؟ ليش لهلأ ما وفيته ياهم؟ ومنين بدي وفيهم؟ معي ما وفيتهم؟ شوفت عينك الحالة دائرة ومصاري بين يدي ما في. ايه وبعدين؟ ما بعرف يا مراتب، ما بعرف. أبو غانم مزنوق على المصاري، بخش بدني عم يطالبني بالفوتة وبالطلعة، وأنا بقول له هالكم يوم وتكرم عينك، وهالكم يوم ما بعرف شو بدي ساوي. منين بدي وفيها هون؟ طيب شو رح تعمل هلا؟ ما بعرف يا مراتب. لا فوق كل شيء طالبني بالمصاري بطريقة غليظة كتير، طريقة وقحة. بس أنا دقيت إيدي على صدري ومسكت على شواربي وقلت له خلص، بكرة من كل بد بيكون المصاري عندك. طبعا، وما معي بتعطي اياهم بكره؟ اي لو معي كنت قلقت كل هالقلق هاد، كنت شفتيني مدفوس بفرشتي ونايم، مالي سهران لهلا. الله يصلحك يا ابو راتب، انت لما وعدته ما فكرت منين بدك تدبر له المصاري؟ قلت لحالي بتدينهم من شي واحد وبعدين بوفيهم، بس ما زبطت معي بنوبي يا ام راتب. بسيطه ابو راتب ولا يهمك. بس بتقلي بسيطه، قال بسيطه. عم بقول لك اطمن، أنا رح حل لك ياها. شو رح تعمل يعني؟ طول بالك وإن شاء الله ما بيصير لك الخير. ألو، أهلين، مساء النور، مين عم يحكي؟ أنا جارتكم أمراتي. دخيلك لا تواخذني لأني عم بحكي معك بوقت متأخر. لا بسيطة، بس غليتي قلبي. خير اختي امراتي؟ اخي ابو راتب صاير له شي؟ لا الحمد لله منيح كتير، اطمن ما في شي. بس مسكين قلقان كتير وطاير النوم من عيونه وراكبه الهم. هلا اذا طاير النوم من عيونه بتتصلي فيني بنص الليل وبتفقسي لي نومتي انا التاني؟ بترجاك ابو غانم لا تخطف الكباية من راس الماعون، الزلمة قلقان كتير مشان 50,000 ليرة اللي وعدك يدفع لك ياهن ومسك على شواربه. ها ايه، هلا فهمت عليكي. بقى من بعد اذنك اذا ممكن تعطيه كم يوم مهلة مشان لحتى يقدر يدبر لك ياهن، ونحن منكون كتير ممنونين لك. يا
يعني ما قدر يدبر شيء نهائيا؟ لا والله يا ابو غانم، المسكين عمل جهده كثير بس ما تدبر معه شيء منه. طيب ماشي الحال، راح استنى عليه يومين تانيات. كتر خيرك ابو غانم، فعلا انك شهم، تصبح على خير. وانت من اهله. ارتحت هلا؟ اي معلوم ارتحت، لانه هالقصة كانت قاعدة على قلبي مثل حجر الطاحون. هلا الواحد بيقدر ينام وهو مرتاح. يلا اطفي ضوء الصالون والحق لي لشوف. اي على راسي. شو هالطبع اللي فيك؟ ليه بتشعل الضوء فوق راسي وانا نايمة؟ 100 مرة قلت لك لا تشعل الضوء فوق راسي وانا نايمة، ما في فايدة. مشكلة كبيرة يا ام غانم، مشكلة كبيرة. خير، شو المشكلة؟ قومي اعملي لي فنجان قهوة والحقيني على الصالون لرجليك. حاضر. بتصدقي انه انا نسيت حالي واقف؟ خير، شو المشكلة؟ شو اللي فايقك بنص الليل؟ هلا اتصلت مراتب وقالت لي انه جوزها ما بيقدر يوفينا ال50,000 بكرة. ايه وشو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ ان ما قدر يوفيك ياهم بكرة، بيوفيك ياهم بعد كم يوم، ما رح يهرب. صحيح، بس المصيبة انا وعد ابو عاصي اوفيه ال40,000 ليرة تبعاته. الو 40,000؟ لك شو نسيتي انه ديّنت من ابو عاصي 40,000 ليرة من شان ادفع اكرامية للبلدية؟ ليش لهلا لسه ما وفيتو ياهن؟ كنت وعده بكره اوفي ياهن. يا سواد وشي قدامك يا ابو عاصي، يعني فوق ما الزلمه لباني وعطاني مصاري بروم انا بكافيه بالتطنيش والمماطله. والله عيب عليك يا ابو غانم، والله عيب عليك. مو انا يلي بيعمل هيك، مو انا يلي بيعمل الفصول الناقصه. بالفعل هالقصه طيرت لي النوم من عيوني. خلص ابو غانم، ولا يهمك، الشغله محلوله. شلون محلولة بقى؟ هلا بتشوف، ناولني هالتليفون لإلك. هلا مع مين بدك تحكي بعد نص الليل؟ هلا شو بدك أنت؟ أعطيني هالتليفون هات. تفضلي. ألو مرحبا أبو عاصي. أنا أم غانم. شو هالحكي؟ كنت نايم بالظاهر ما هيك؟ بعت لي حما فيقتك من نومك. لا لا ما في شي خير ان شاء الله، بس اخوك ابو غانم ما عم يقدر ينام مشان هال40,000 ليره يلي وعدك يوفيك ياهم بكره. والله المسكين ما تامنوا معه، الله وكيلك عمل المستحيل حتى يدبرون، كل جهده طلع فافوش. بقى شو كنت عم اقول لحالي؟ يعني اذا بتقدر تصبر عليه كم يوم بس تانيات 100% حيامن لك ياهم. ايه وهو كذلك. تصبح على خير، سلمني على اختي ام عاصي. الله معك. شفت شلون؟ هي انحلت المشكلة بكل بساطة. يعني قبل يأجل الموعد كم يوم؟ ايه قبل. قوم اطفي لي هالأضوية خلينا نعرف ننام، راسي وجعني. طيب شو أنه مبلغ؟ ال10,000 اللي دفعتهم بطيل المالية. مرحبا أخي أبو رائي. العمى على هالمصيبة، شلون بدنا ندبرهم هدول؟ ليش على الكتون؟ ما في لا قصة ولا سيرة، كل ما في الأمر أنا وفريد وشفيق وإحسان صرنا زمان ما اجتمعنا، وبالصدفة شفنا بعضنا بدورة الحاسوب اللي عملتها الوزارة واتفقنا نطلع نتغدى سوا يوم الجمعة. أها إيه، بس حضرتك كنت واعدنا طالعنا سيران أنا والولاد. لك أستي مو مشكلة، خليها للجمعة الجاية. شو صار يعني؟ هلأ كل مرة بدك تقلي خليها للجمعة الجاية. طيب شو أعمل يعني؟ هذا اللي صار، وعدت الجماعة وما عاد فيني اتراجع. إيه بس كان فيك تشاورني قبل ما تبت بالموضوع وتقطع وتوصل من عندك. شو هالحكي؟ هذا اللي كان ناقص والله.
يعني بتلاقيها حلوة بحقي أقول لرفقاتي استنوني حتى شاور مرتي؟ ولا بدك ياني يصير علكة بلساناتهم؟ هلأ إذا شاورتني بدك تصير علكة بلساناتهم؟ خلاص ناهد خلاص، هالحكي هاد ما حد منه فائدة هلأ. إيه أمرك، حاضر. و دخلك بشو طالعين؟ بشو يعني؟ بسيارتي. ليش هن ما عندهم سيارات؟ بلا كلهم عندهم سيارات. لك عن ليش طالعين بسيارتك؟ وين المشكلة يعني؟ ما في مشكلة يا حياتي، ما في مشكلة منوب، بس يعني إذا هن عندهم سيارات ليش ما بتطلع معهم وبتترك لي السيارة؟ ليش شو بدك فيها؟ جاي عبالي شم هوا أنا والولاد، ولا يعني ما بيطلع لنا؟ بلا حبيبتي بيطلع لكم، بس فهموني لوين بدكم تروحوا. هلأ ما في شي بذهني، بس يعني عم فكر احكي مع نسوان رفقاتك ونعملنا هيك مع بعض شي مشروع مشترك. شو علي؟ كمان فكرة معقولة؟ يعني رح تترك لي السيارة؟ يا ستي رح اترك لك السيارة ورح اطلع بسيارة فريد. تسلم لقلبي. وبسيارة مين طالعين على الزبداني فريد أفندي؟ هو تيسير عرض انه نطلع بسيارته، بس انا لسه ما اعطيته جواب نهائي. ها وليش بقى ما اعطيته جواب نهائي؟ لاني بصراحة عم فكر اعرض عليهم نطلع بسيارتي. لك هلا انت ليش حتى تحمل السلم بالعرض؟ يعني طالما الزلمه عرض سيارته عليك فليش لحتى تكتر غلبه وتعرض سيارتك؟ مو حلو يا سماح، يعني ادبا وذوقا لازم اعرض سيارتي. لا والله ادبا وذوقا لازم تترك لي السياره الي. ليش شو بدك بالسياره؟ شو بدي فيها يعني؟ بدي اتركها واقعد اتفرج عليها؟ بدي اطلع فيها مشوار. طيب راح اترك لك السياره وامري لله. وليش هيك عم تقولها من برات منافسك؟ هيك لانه بصراحه يعني صرت خاف سلمك السياره. ها وليش بقى؟ ما بعرف، بس يعني حاسس انه سواقتك صاير عفشه شوي، خصوصا بعد ما فتي بالعمود الشهر الماضي. بس انت بتعرف تماما انه الحق ما كان علي. لك الحق على مين؟ على العمود. لك ايه خلصنا بقى فريد خلصنا، بدك تضل تحكي بالقصه سنه، يعني قلت حوادث انت عاملها؟ عامل حوادث ما اختلفنا، بس بحياتي ما فتت بعمود كهرباء. بكل الاحوال خلاص راح اترك لك السياره، بس ديري بالك بسواقها، لا تطوشي وتلوشي. يا لطيف يا لطيف، شو صاير حكيك بهز البدن. تفضل. يسلموا ايديكي. الشفيق حبيبي ممكن تترك لي السيارة؟ وليش بقى؟ يعني عم فكر اتصل بسماح وناهد العنايات مشان نعمل مشروع سيران. ولوين هالسيران بقى؟ ما بعرف لسه ما فكرت، بس بدي اتصل فيهم. مو مشكلة رح اترك لك اياها، بس لا تلحقونا على الزبداني. ها وليش خايف نلحقكم على الزبداني؟ هاها معناته مطالعين معكم موظفات على السيران. لا حبيبتي اطمني، ما في موظفات معنا اصلا، كل الموظفات يلي عنا فايتين بالحيط، بس نحن حابين نقعد مع بعضنا لنحكي بهموم الوظيفه والشغل، ومنشان هيك ما عملنا القعده عائليه حتى ما تملوا منا. ايه ونحن كمان بدنا نحكي احاديث نسوانيه خاصه فينا، اطمن ما رح نلحقكم. اوكي حبيبتي، اصبح بتلاقي مفاتيح السياره بدرج الخزانه، بس سوي على مهلك. ها واوعك تتهوجني بالسواقه، ولا تنسي تزمري على الكوعها وتضوي بالغمازات وتحطي حزام الأمان، أوكي؟ شرف فيها ستي، وهي مفاتيح السيارة. يسلموا هالإيدين، فيها بنزين ولا لازم أعطيها؟ لا والله ما فيها، حطي لك فيها شي 25 لتر. هات لكن، ناولنا حق البنزينات. يا عيب شو ما عليك يا عنايات، ليش أنا من أيمت كنت أدفع حق بنزين؟ مين اللي بده يدفع لكن؟ أنا؟ لا حياتي، لا أنا ولا أنتي. الله يخلي لنا هالدولة. شرفي وهي قسيمة بخمسة وعشرين لتر، فيك تعبيها من أي كازية بتلي. وما بيحكوا معي شي؟ شو بدهم يحكوا؟ هاي قسيمة مدفوعة القيمة سلفا. لا والله ما بك شي، عرفان تزبط أمورك. ايه شو بدنا نعمل؟ لأنه بيني وبينك حق البنزين نكبة. صحي ما قلتي لي لوين رايحين؟ والله ما بعرف، لسه ما حكينا مع بعض بالموضوع. يا ستي ما مشكلة، طلعوا شوم الهواء، بس بشرط بتسوقي على مهلك واوعك تعصبي مثل عوايدك، واذا زمرتي على الكوع بيكون احسن مشان تكشفي الطريق. داكور داكور.
أعمى بقلبها لهالجية ما أحقرها. إيه قسماً بالله تكسروا رجلي. وأنا كمان نملت رجلي تحت مني. عجبكن على الشغلة؟ يعني معقول يكون عنا 4 سيارات وبعدين ناخد تاكسي؟ شو بدنا نعمل؟ هذا حكم النسوان. سيدي أحسن هيك أستر. وشلون بقى هيك أستر؟ بلا ما نلفت نظر، شلون ما كان نحن موظفين عاديين وجيتنا على هيك مطعم غالي وبسياراتنا الخاصة، بدها تخلي الناس تحكي علينا. فظاعة شلون بتحسبها أنت؟ مين عاد فكر بهيك قصص؟ هلا يلا يا جماعة خلونا نفوت لجوا، ولا بدنا نقضي السيران على الواقف؟ ماشي الحال، شرفوا، تفضلوا. تفضلوا. على فكرة يا جماعة، نحن لازم نجتمع كل فترة، يعني مو حلوة نقطع بعض فترة طويلة. طيب شو رأيكم نعمل هيك مشروع كل يوم جمعة؟ ليش لا؟ أنا موافق، فكرة معقولة كتير. أنا برأيي السيران الجاي نعملوا عائلة، حتى النسوان ما يعملوا فينا مقلب مثل مقلب اليوم. لا هيك ما بيصير. أحسن شي نعمل جمعة نسوان وجمعة بلا نسوان، يعني لا يموت الديب ولا يفنى الغنم. أخي أنا ما عندي مانع، بس على شرط كل يوم جمعة نطلع على مطعم شكل، يعني مو شرط نجي على نفس المطعم. وليش بقى؟ أخي لحتى ما نصير الشبهات حوالينا، يعني عدم المؤاخذة، نحن موظفين ورواتبنا محدودة وجيتنا على هيك مطاعم غالية رح تصير الشكوك حوالينا. فصاعة شو بتحسبها؟ شو حسان؟ شامل من كلامك ريحة غريبة. ها ريحة شو؟ كأنه عم ترتشي. ها؟ يعني بس أنا اللي عم برتشي؟ ما كلنا بالهوى سوا. يا جماعة يا جماعة الله يخليكم، يعني أنا هذا مصطلح الرشوة ما بحبه، بحسه هيك فج مباشر. سيدي مو المهم التسمية، كل الدروب بتودي على الطاحون. أصبح يا جماعة شو أخبار الرشوة معكم بهالأيام؟ ماشية تمام ولا نص على نص؟ ولك وطي صوتك ليقوم حدا يسمعنا. لك شبك بتضل مرعوب ونقوزي؟ ما قلتوا لي يا جماعة شو رأيكم ما دام مجتمعين كلياتنا مع بعض نستفيد من خبرات بعضنا؟ ما في مانع، هو تبادل الخبرات بهيك موضوع ضروري جدا. معناتها شو رأيكم كل واحد يحكي لنا عن طريقته بالرشوة وعن أسلوبه الخاص بالشفط؟ موافقين؟ موافقين. خلينا نبدأ من عندك يا فريد. ما عندي مانع أبدا. أصبحت يا سيد فريد، احكي لنا شلون عم بتدبر أمورك بهالأيام. والله أنا من جهتي عايش على معاشي وما عم بقبض براني أبدا. شو بنا فريد؟ هلأ جايين نبيض على بعضنا؟ خلينا عم نحكي بشفافية الله يرضى عليك. أنتوا فهمتوني غلط، أنا مو هيك قصدي، أنا صحيح ما بقبض مصاري، بس بيني وبينكم أنا عندي أسلوب تاني غير مباشر. هات لنشوف. نورنا. الله ينور عليك. راح نوركم ولا يهمكم. ايه معلم، ما قلت لي شو بتشتغل حضرتك؟ معلم صحي استاذ. شو الحكي؟ قسما بالله الي من الصبح لهلا وانا عم دور على معلم صحي، تصدق؟ خير خير ان شاء الله استاذ. لا ما في شيء، بس عندي هيك كم تصليحه بالبيت، يعني السيفون اجى لك عطلان وفواجه خزان عم تهرب مي وحنفيه مغسله بدها تغيير. خلص استاذ ولا يهمك، انت بس اعطيني عنوان البيت وامتى بتحب اجي انا جاهز. هلا على الحارق وهي عنوان البيت جاهز، على بين ما تروح تصلي وتجي بإذن الله بتكون معاملتك جاهزة. حلو الكلام؟ كتير حلو أستاذ، ما في مشكلة. وأنا بانتظارك. الله معك. يعطيك العافية. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. شفنا هالمعاملة لو سمحت. هاي شوف سيدي. إيه سيدي شو بشتغل حضرتك؟ عندي كازية على طريق حرستا. شو هالحكي؟ يا لطيف يا لطيف، شو ابن حلال يا لطيف على هالصدفة. أنا؟ ليش خير أستاذ في شي؟ بتصدق إني من الصبح لهلأ عم دور على رقم كازية؟ لأنه بمعلومك خزان المازوت عندي فضي وأنت بتعرف يعني. إيه خلاص أستاذ ولا يهمك، اعتبره تعبى بإذن الله، أنت أعطيني بس عنوان بيتك وأنا بتصرف. تسلم يا طيب تسلم. تفضل سيدي، هي عنوان البيت وهذا توقيعي على المعاملة مبدئيا، بس انت بترجع بكره مش هوقع لك اياها من المدير العام. مشي. شكرا كثير لخدماتك استاذ. لا ولو ولا يهمك، نحن بدنا خدمه تحريز. شكرا. اهلين وسهلين. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا اهلين وسهلين. ممكن؟ يا اهلين وسهلين. عفوا بالله حضرتك شو بتشتغلي؟ انست انجليزي. انست انجليزي؟ يا سلام على الصدفة، جيتي بوقتك. خير استاذ، شو الصدفة؟
لا ما في شيء. بتصدقي اني من الصبح لهلا عم دور على شيء قاسة انجليزي شاطرة وما عم لاقي؟ مشان شو؟ الحقيقة عندي صبي صغير بالصف الثاني عنده مذاكرة انجليزي بعد يومين، يعني كنت عم دور له على شيء قاسة هيك تعطيه كم درس خصوصي وتراجع معه المنهج شوي. خلص استاذ وصلت، ما في داعي ادور، بس بليز اعطيني عنوان البيت. تكرم عينك جاهز. تفضل. وهي لنور. وهيك الله وكيلكم، شوفت عينكم، ما عم وفر حدا بنوم، اللحام، الدكنجي، الخضري، بياع الغاز، بياع الحلو، مين ما كان، لك حتى هذا الشاب اللي بيشطف دراج ما عم وفره، مشان هيك بيضل معاشي مثل ما هو، طبعا هذا غير التعويضات والمهمات وإذونات السفر الوهمية. طريقة رائعة وبعيدة عن الشبهات تماما. طبعا وبهالصورة ما حدا بيلقط عليك أي مستمسك وما حدا بيشك فيك أبدا. بس بدكم الصراحة يا جماعة بيضل الكاش ماني أحلى. أوه طبعا بيضل الكاش أحلى، أنا من ناحيتي ما بقبض إلا كاش. ها تحكي لنا شفيق، شلون بتقبض أنت؟ إيه أبو الشباب، نحن بأي عام هلأ؟ عام 1400 حبيبي أنا عم بسألك عن الميلادي مو عن الهجري. عام 2002. طيب من سنتين بأي عام كنا؟ 2000. أيوة برافو عليك، 2000 بالضبط. خلينا على 2000 لأنه رقم صحيح وما في كسور، ما هيك؟ إيه. شو عم تفهم علي ولا لا؟ إيه طبعاً فهمت. يعطيك العافية، تعا بكرة بتلاقي معاملتك جاهزة. شكرا كثير. ولو هذا واجبنا. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية استاذ. أهلا وسهلا. شو أخبارك استاذ؟ إن شاء الله تمام. الله يسلمك يا رب. أنت عندك سيارة؟ إيه والله عندي والحمد لله. قديش موديلها؟ 99. بس 99؟ سيدي ماشي حالها، نعمة كريم. طيب قديش استطاعتها؟ 16 حصان. اي لا 16 قليل كتير، قصدي يعني قديش عدد الاحصنة تبعها؟ اوه علينا. لا لا مو هذا القصد، قديش السعة تبعها؟ كم سي سي؟ كيف يعني؟ يعني في سيارات سعتها 1600 سي سي، 1800 سي سي، 2000 سي سي. والله ما بعرف. لك في حدا بالعالم ما بيعرف سيارته كم سي سي؟ بس يا استاذ انا معاملتي ما دخل بهالاسئله. لك بعرف بعرف هالاسئله ما لها علاقه بالمعامله، بس حبيت اسالك لحتى دردش معك شوي، بتعرف اني حبيتك كثير. هذا من لطفك استاذ. طيب انت قديش بتدفع رسم سيارتك بالسنه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا استاذ ماني متذكر، لانه معقب المعاملات هو بيرسم لي اياها. طيب مالك متذكر ولا رقم ولو تقريبي مثلا؟ والله ماني متذكر. هو علينا. انت مني من ضيعه جبليه اسمها عش البومه. وقديش ارتفاعها عن سطح البحر؟ اكيد فوق ال 1900 متر. ايه هيك شيء يعني. قديش يعني؟ يعني مثل ما تفضلتوا حضرتكم استاذ، يعني بهالحدود. طيب كم كيلو متر بعيده من هون؟ يعني بعد مفرق وادي الريش بحوالي 2 كيلو. ها ها وهال 2 كيلو كم متر بيطلعوا؟ 2 كيلو كم متر بيطلعوا؟ بيطلعوا اذا قلنا لك يا استاذ والله ماني شاطر بالتحويل انا. ولك يا بني ادم الشغله ما بدها شطاره، اذا كل كيلو متر بيطلع 1000 متر، 2 كيلو متر قديش بيطلعوا؟ 2000 متر. برافو عليك فعلا 2000 ليرة، عفوا 2000 متر. بقى شفت شلون انه شغلتك قريبة مو بعيدة؟ كلها شغلة 2000. بقى فهمت علي ولا لا؟ هلأ فهمت عليك استاذ، فهمت عليك. تشرف استاذ. هلأ انت عيني، ارجع بكره بتلاقي معاملتك جاهزه موقعه من المدير العام. طيب شكرا كثير استاذ، فضلتوا والله. ولو هذا واجبنا. يعني بضل باخذ زبون وبجيبه لحتى يقول الرقم القريب من الرقم يلي ببالي، ساعتها بيفهم شو المطلوب. والله طريقتك يا شفيق معقوله كثير وجهنميه، بس طريقتي انا مبتكره اكثر.
ما فيها أي مسؤولية. هات لشوفي أحسن، قلنا بقى شو هالطريقة. يخرب بيت الموبايل، كأنه من العصر الحجري. طولوا بالكم أستاذ، طولوا بالكم. إيدي على راسك، شفت أتعس من هيك موبايل؟ والله ماشي حاله، كل الناس عم تحمل مثله. منين ماشي حاله؟ إيه قسماً بالله عم بستحي أمشي فيه بالطريق. ده كان موظف مهم مثلي يحمل هيك موبايل، استحوا طلاب المدارس يحملوه. لا تكن هم أستاذ، بكرة رح شب لك معي جهاز موبايل حديث ولا أحلى من هيك. ما في داعي تلبك حالك. ما في لبكة ولو، بتحب جب لك يا إضاءة زنون ولا عادي؟ يعني إذا كانوا لابد زنون. تكرم عيونك. وعلى هالمنوال إيس، كل ما بفوت لعندي مراجع بنق قدامه، يا أما على الموبايل، يا أما على الساعة، يا أما على القداحة. الله وكيلكم، آخر الشهر بيجتمع عندي موبايلات وقداحات خير الله. إيه وشو عم تعمل فيهم؟ ابن خالتي عنده محل وبيشتريهم مني أول بأول. والله طريقة حلوة، مو هيك تيسي؟ لا والله مو حلوة منوب، معدت كتير. طيب هات أشوف، أنت شو رأيك؟ أنا برأيي كل طرقكم قديمة وكلاسيكية، وأكل الدهر عليها وشرب. شو هالحكي هاد؟ بالعكس يا تيسير، نحن عاملين كل الاحتياطات اللازمة بحيث ما نحط على حالنا ولا مستمسك. إيه بلا ممسك بلا بطيخ، يعني يلي بده يستقصدكم بيلاقي عليكم 100 ممسك وبالوقت اللي بيريده. إيه صحيح، بس يعني المهم إنه نحن ناخذ احتياطاتنا. إيه بس هالطرق هاي اللي حكيتوا عنها صارت معفنة، بازارية، ما فيها أي ابتكار. يعني كان بإمكانكم تبتكروا طرق عصرية وعملية أكثر من هيك بكتير. ليش لسه في طرق عصرية وعملية أكثر من هيك؟ ليكو التاني؟ طبعا في. طيب أنت كيف طريقتك؟ هات نورنا لنشوف. يا سيدي أنا طريقتي يمكن لسه ما حدا فكر فيها منوب، طريقة جديدة كتير ومستحيل تخطر على بال الجني الأزرق بذاته. هات نورنا، الله ينور عليك، بلكي منتعلم منك يا سيدنا. هلأ بتشوفوا بعينكم؟ صار وقت الجماعة. أنا جماعة؟ هلأ بتشوفوا، هلأ أنتم ما بكون تعرفوا طريقتي، بقى تفرجوا وأنتم ساكتين. وصلوا الجماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا أستاذ تيسير. أهلا وسهلا، مرحبا. الحمد لله. بيسلم عليك المسيو مرزوق، بيقول لك هاي الرشوة اللي اتفقتوا عليها، 50,000 رشوة لك و50,000 رشوة للسيد المدير العام. يسلموا إيديك، وسلم لي على المسيو مرزوق وقل له يجي لعندي بكرة على المكتب وكله تمام بإذن الله. عفوا أستاذ تيسير، المسيو مرزوق بيسلم عليك وبيقول لك مشان المعاملة الثانية مش الحال، السيد الوزير رح يحكي معكم. أمنتوا بالله على القصة؟ ولك حبيبي ليش عم توشوشني انت؟ ما تحكي بصوت عالي. لك اخي فهم مني بقى انت ومعلمك، يعني لو اجتني واسطة مو من الوزير، لو اجتني من كوفي عنان هالمعاملة ما بتمشي. هي رشوتها لجيبي الخاص 500,000 ليرة، بقى ادفع 500,000 والمعاملة بتمشي مثل الحلاوة، وإلا بدي عرقلها واكتب تقارير فيها مثل السم. تفضل الله معك. بقى شو رأيكم بهالطريقة المبتكرة؟ هلا هي طريقة هي هيك على عينك يا تاجر؟ طبعا على عينك يا تاجر، لأنه بهالأيام ما حد في داعي للخجل أبدا. لك ليش الخجل؟ ليش؟ ونكايا فيكم، اسمعوا اسمعوا بأذنكم يا عالم يا ناس، أنا موظف مهم بالدولة وما بمشي معاملات الناس إلا لأرتشي. أنا برتشي يا ناس، برتشي يا خلق، يعني بنمشر محي ببلع ببلع. أنا العم على القصة، أشو عم نسرق نحنا؟ قالوا نعم. لا والله الأستاذ همام لسه ما وصل. مين معي بالله؟ مكتب سيادة الوزير. أهلا وسهلا فيك. ما بعتقد يطول، يعني هذا وقته. طيب أوكي، بتحب بلغو شي بس يوصل؟ ماشي على عيني. ماشي يتصل ضروري. أوكي أهلا وسهلا. صباح الخير غادة. صباح النور. شو نصحتك اليوم؟ تمام. عظيم. تريدوا شيء تاني استاذ؟ لا شكرا سلامتك، يعطيك العافية. يا غادة. وصل خبير الصيصان الصيني ولا لسه؟
لا لسه ما وصل، بس بعتقد انه طيارته بتوصل على الساعة 12. مين راح يستقبله بالمطار؟ الأستاذ عبد الحميد. عفوا أستاذ، قبل شوي اتصل. لحظة شوي. ألو عبد الحميد. إيه قلي، أنت راح تستقبل خبير الصيصان الصيني مو هيك؟ طيب وين حجزت له؟ ولك يا أخي ليش بأوتيل 5 نجوم؟ ما كان في داعي أبداً. ما كان في داعي تجتهد من عندك. على عيني هذا خبير، بس خبير صيصان هاد مو خبير زري. إيه طبعاً طبعاً بدك تلغي له الحجز. الغي له الحجز يا أخي، واحجز له بأوتيل نجمتين أو ثلاثة حاجته. فصاع شو بتحبوا البحترة. وينك وينك عبد الحميد؟ أول الخبير ما يوصل خليه يرتاح ساعتين بالأوتيل، وبعدين نزلوا على الهنكارات تبع الصيصان وخليه يفحص كم عينة ويعطينا النتائج، لأنه نحن بدنا نعرف ليش الصيصان عم تموت فجأة. كم صوص ما نعم كم صوص مات مباري؟ شو الحكي؟ 1000 صوص؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال بسيطة أخي، هي حال الدنيا ما حدا فيها مخليت. شايفي على شغلي 1000 صوص مات مباري. يا علي إن شاء الله فعلا شي بيقهر. ألو عبد الحميد بدك شي تاني؟ الله معك، مع السلامة. أستاذ اتصلوا فيك. لحظة لحظة يا ستريدي. ألو غزوان؟ شو أخبار الجاج عندك؟ أي منيحة كتير. وينك؟ الله يرضى عليك، نقيلي شي 10 جاجات مهبرين وابعتهم مع سيارة وسائق على بيت حماي. لا بس عندهم عزيمة اليوم. لك لا يا بني آدم، شو تبعتهم بريشون؟ ليش من إمتى كنا ناخد على البيت جاج بريشو؟ انتفن وسلخن وبعدين ابعتهم. ايه بس أوام الله يرضى عليك. صحيح ذكرتني، خبير الجاج الجنوب أفريقي شو أخباره؟ ماشي حاله؟ ايه منيح. وخبير الديوك الدنماركي امتى رح يوصل؟ كمان يومين؟ ايه طيب اوكي ماشي ماشي ماشي، الله معك مع السلامة. ايه غادة، كأنه في بتمك حكي. استاذ انا كنت بدي اقول لك انه اتصلوا فيك من مكتب سيادة الوزير اكثر من مرة. شو الحكي؟ ليش ما قلتي لي من الصبح؟ انا حاولت اقول لك بس حضرتك كنت عم تحكي على التليفون. طيب بسيطة مو مشكلة، وشو قالوا لك؟ قال لازم تتصل فيهم اول ما توصل. طيب طلبي لي الوزير بسرعة اذا بتريدي. حاضر استاذ. الو مرحبا، مكتب السيد الوزير. الاستاذ همام مدير عام مؤسسه الصيصان والفراريج المتحده بده يحكي معكم. طيب شكرا كثير. استاذ همام، مكتب سياده الوزير معك. ايه استاذ رؤوف امور. نعم السيد الوزير طالبني فورا. خير ان شاء الله. طيب طيب أنا جاي. لا لا ما رح أتأخر، مشوار طريق بس. أهلين وسهلين، الله معك. ألو امرأة جهزوا لي سيارة، أنا طالع بعد ربع ساعة. الله معك. شوف يا أستاذ همام، أنا رح أدخل بالموضوع مباشرة بدون أي مقدمات، وبتمنى منك أنك تتفهم كل كلمة رح أقول لك إياها. وبصراحة ما راح اخبي عليك شيء ابدا. تفضل. خير لا سمح الله سياده الوزير، ما فهمت عليكم شيء. بدر مني لا سمح الله شيء ما بيعجبكم؟ مو مساله بدر او ما بدر، بس اللغط كتران حواليك الايام. لغط؟ لغط مثل شو؟ بصراحه نحن عم توصلنا تقارير كثير ضدك. تقارير؟ تقارير شو؟ من مين يعني؟ مو المهم تعرف من مين، لأنه نحن كمان ما حاولنا نعرف، بس يكون بعلمك أنه هالتقارير صادرة من عندك، من جوات مؤسستك، والمعلومات اللي فيها خطيرة كتير وغير مطمئنة،
ونحن رح نحاول نتأكد منها بالأيام المقبلة إن شاء الله. معلومات خطيرة؟ مثل شو يا سيدي؟ يعني اتهامات بالفساد والرشوة وصفقات عم تتم من تحت الطاولات وعمولات بالمخفي، هذا طبعاً غير اتهامك بالبيروقراطية والمحسوبية. أعوذ بالله يا سيدي، شو هالكلام الخطير هاد؟ صدقني يا أستاذ هالحكي كله ما له أساس من الصحة، وأنا بأكد لك على هالشي. اهدى شوي اهدى، ما في داعي تعصب. العصبية عمرها ما حلت مشكلة. في عندي مثلاً تقرير إجاني من يومين وما عليه أي توقيع، بيقول إنك المسؤول الوحيد عن وفاة آلاف الصيصان بسبب صفقة العلف الفاسدة يلي وقعتها حضرتك. بقى شو قولك؟ يا سيادة الوزير، هاي الصفقة بالذات تمت بمعرفة اللجنة الفنية وأنا دوري فيها مجرد... شوف، بالوقت الحاضر أنت مالك موضع اتهام، كل ما هنالك أني حبيت ألفت نظرك للمعلومات يلي عم توصلنا، ومن هون لنتأكد من صحة المعلومات هي أو عدمها يخلق الله ما لا تعلمون. يا سيادة الوزير، ثق تماماً أنه في ناس عم تحاول تشوش علي بأي طريقة، لأنها بصراحة غيرانة من نجاحي الباهر بإدارة شركة الفراريج والصيصان المتحدة. سيادة الوزير، أنا ما رح دافع عن نفسي، بس الأرقام هي اللي بتحكي. أنا من وقت ما استلمت إدارة هالشركة زاد إنتاج الصيصان من 20,000 صوص إلى... معلش أستاذ همام، ما في داعي للحكي هلأ. قلت لك أنت بالوقت الحاضر مالك موضع اتهام، أنا عم بلفت نظرك بس حتى تكون على حذر. عم تفهم علي؟ كون على حذر. العمى على القصة، ما عم صدق اللي صار يا كوثر، ما عم صدق منوب. ولك أنا يكتبوا فيي تقارير؟ أنا وللوزير بفرد دفشة؟ يعني معقولة المي تمشي من تحتي وأنا آخر من يعلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخ لو أعرف منو هدول التافهين يلي عم يشوشوا علي وطقولي براغي عند الوزير. طيب حبيبي، طالما الوزير بذاته ما كتير مهتم بالموضوع، أنت ليش عم تزعج حالك؟ ليكو التانية شلون بتحكي؟ ومين قال لك مهتم؟ شو بيعرفني شو أنا عم جيب الحكي من عندي؟ أنت اللي قلت لي هذا الحكي. قلت لك عمل حاله ما له مهتم، بس كل حديثه معي اليوم عبارة عن إنذار، عن تحذير، وإلا ما كان طلبني لعنده على المكتب. هلأ أنت تأكدت أنه اللي كاتبين هالتقارير من عندك من المؤسسة؟ طبعاً تأكدت، لأنه في معلومات ما حدا بيعرفها إلا ناس من عندي. طيب حبيبي ليش محتار كل هالقد؟ شوف مين بيكرهك من الموظفين اللي عندك وإله مصلحة يضرك، أكيد بيكون هو اللي عم يرفع التقارير. قال مين بيكرهني؟ قال أي يمكن 99% من الموظفين بيكرهوني ومتمنين من الله وأعلي شيء وعاملعوني. أصبح ما في غير إنك تزرع جواسيس بين الموظفين والعمال اللي عندك وهن بينقلوا لك كل شيء بينحكى. زارع جواسيس؟ مين قال لك مالي زارع؟ بس ما عم بستفيد منهم شيء. أوف، ليش مالك مستفيد منهم؟ لأنهم صاروا مكشوفين والموظفين والعمال عم يتجنبوا يحكوا أي شيء قدامهم. همام، كتير أنت بهمك تعرف مين اللي عم يرفع هالتقارير؟ إيه طبعاً بهمني، شلون ما بهمني يعني؟ طيب وإذا عرفت شو رح تتصرف ساعتها؟ لا تخافي علي، كل شيء بوقته الحلو. منيح لك محلولة، عندي إلك فكرة بتطير العقل. وشو هالفكرة بقى؟ حبيبي اسمعني منيح، ما في غير إنك ترش أنبوز قدام اللي عم يعارضوك وساعتها هني رح يكشفوا حالهم لحالهم. رش أنبوز؟ ما فهمت عليكي. يعني أعطيهم ريق حلو وافتح لهم صدرك وخليهم يطمنوا لك وشوف بعدين شلون الأمور بتمشي لحالها. برافو عليكي يا كوثر، فعلا خطة رهيبة، خطة ذكية تمام، ورح أبدأ بتنفيذها من بكرة. حتى تعرف قديش مواهبي ضايعة بهالبيت. ليش مين قال لك إنها ضايعة؟ تفضل يا ستي، ها انزلي على السوق واشتري شي قطعة ذهب تليق بمقامك، ولقل لي خدي ال50,000 ليرة تستاهلي أكتر. شو يعني حق الفكرة هدول؟ لا ولو شو حق الفكرة، انت بتستاهلي أكتر من هيك بكتير، هدول هدية بسيطة عربون محبة. لك يسلم وإيديك ويخلي لي إياك يا رب. فهمت الخطة أساس فرحان؟ فهمت شو عم قل لك؟ نعم فهمت معلم، فعلا خطة ذكية، بهنيك من كل قلبي. لك يا أخي مو وقت التهاني هلأ، روح حضر حالك للاجتماع وركز على الأفكار يلي بدك تحكي فيها. حاضر أستاذ، بس عفوا إمتى نويت تسوي الاجتماع؟ هلأ بعد نص ساعة. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. غادة؟ يا غادة. نعم أستاذ. الله يرضى عليكي، بلغي كل مدراء الأقسام والمهندسين لاجتماع طارئ بعد نص ساعة. أوكي. يعطيك العافية. الحقيقة يا شباب وبدون مقدمات، أنا بعترف أني أخطأت كتير بإدارة الشركة
والاعتراف بالخطأ دائما يسجل للإنسان فضيلة. هذا من جهة. من جهة تانية، بكل مرحلة من مراحل العمل لابد من أخطاء، وقديما قالوا من لا يعمل لا يخطئ. بس يا ترى مين فينا يلي رح يتحمل أخطاء المرحلة الماضية؟ مين؟ جاوبوني لشوف مين يلي بيتحمل الخطأ. طبعا أنا. نعم أنا، لا تستغرب، أنا بتحمل جزء كبير من الخطأ، بس بالمقابل الجزء الآخر بتتحملوا أنتوا. سألوني ليش؟ ليش؟ لأنكم طنشتوا، شفتوا بعينكم الغلط وطنشتوا، سكتوا، قلتوا لحالكم شو دخلنا بوجعة الراس، فخار يكسر بعضه، نحن بنقبض راتبنا آخر الشهر وصلى الله بارك، بس هالشي غلط، غلط كبير، غلط قاتل، غلط جسيم، وليكن بمعلوم الجميع إنه مبدأ فخار يكسر بعضه مبدأ سلبي وانهزامي وعواقبه وخيمة على الصالح العام قبل الخاص، وأهم نتيجة من نتائجه إنه المسؤول بيرخي بدل، بيتقاعس، بيقول لحاله يلا طالما ما في حدا عم يدقق وكله ماشي فخليني نايم بفراشي وإن شاء الله يطير الهوى شاشي، المهم بآخر الشهر أقبض معاشي. بس مبدأ كله ماشي مبدأ غلط، مبدأ هدام. شو هالحكي؟ مبدأ في منتهى الوقاحة والرزالة وقلة الأدب، ونتائجه مضرة بالصالح العام قبل الخاص، أي مضرة. لذلك وحسب ما تقدم المفروض قبل كل شيء يكون في عندكم غيرة، يكون عندكم غيرة إيجابية على الصالح العام. طيب جاوبوني، في حدا منكم كان غيور على الصالح العام بالمرحلة الماضية؟ في حدا؟ ما في جواب. No comment. معناها ما في حدا للأسف الشديد. ولعلمكم هالمبدأ هاد مبدأ ما في حدا لحدا، مبدأ انهزامي. تراجعوا يا أخي، غير مسؤول، لأنه بالواقع ضروري يكون في حدا لحدا. بس السؤال الذهبي، مين هالحدا؟ طبعاً ما رح تعرفوا تجاوبوا، بس أنا رح جاوبكم. هالحدا هو الإنسان الشجاع الغيور الإيجابي يلي بيوقف بوش المسؤول وبيقول له عندك، وقف عندك، لا تتحرك، don't move, stop. وين رايح بهالعشقة؟ وين؟ انت غلطان وستين غلطان. لك اشتهيت، يا ربي اشتهيت على ربي مرة واحدة بس يفوت على مكتبي اي واحد منكم ويقول لي انت بهالامر اخطأت، هذا القرار مو صحيح، هذا التصرف مو سليم، بالعكس كله بيسكت وبيطبطب لي وبيطيب لي. بقى يا جماعة انا رح قلكن ياها وبالفم المليان، يلي بيحبني بينتقدني، بينقدني، ويلي بيكرهني بيتستر على عيوبي وبيلقلق لي. وانا من جهتي رح افتح قلبي وصدري ومهجتي الكم، بانقدوا قد ما فيكم، انقدوا مشان الرسول، انقدوني ببوس ايدكم، عبروا عن ارائكم، قوموا عوجاجي، ما انا الا بشر غير معصوم. بس المهم يا جماعه يكون النقد بناء وبيخدم الصالح العام. وانا من هاللحظه هي، من هلا رح ساوي لكم الثلاث مجلات حائطيه، وغير هيك باب النشر مفتوح للكل، للكل دون استثناء. وطبعا كل شيء مسموح نشره، كل شيء، وما في عندي اي محظورات او خطوط حمراء على الاطلاق. طبعا خذوا راحتكم على الاخر، ابروا لي اقلامكم، عبوا لي محابركم، شمروا عن كمامكم واكتبوا، وتأكدوا تماما اني ما رح ازعل ابدا. استهدفوا شخصي ما في مانع، عملوني الدريئة تبعكم، لا جناح عليكم ولا ما يحزنون، يعني حتى لو رسمتموني كاريكاتير، مطيتوا وشي، كبرتوا كرشي، ألفتوا علي اغاني ونكت، ما عندي مشكلة وما رح اتعقد من هالموضوع. انا بسترشد بنقدكم، بكبر بنصائحكم، وكل ما أرجوه وأتوخاه
انكم تكونوا هضمتوا مفردات المرحلة القادمة، ويلي رح يكون شعارها ايد بايد وكتف بكتف، حتى نبني ونعمر، وحتى يزداد هذا الوطن العربي شموخا وعزة وفخارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعي عنوان المقال يلي بدي حطه بجريدة الحائط. تفضل. سوء التخطيط والإدارة أوصل مؤسسة الصيصان والفراريج نحو شفير الهاوية. شو هذا أستاذ بدير؟ كثير متقل العيار. لا لا متقل ولا شيء، مو هيك بده الأستاذ همام؟ إيه ما اختلفنا هيك بده، بس مو لهالدرجة؟ إيه ما حدا حدد لنا الدرجة ولا الهامش اللي ممكن نكتب فيه، بقى بتصور إنه الهامش مفتوح. بعدين ما هو قال بتمه ما عاد في خطوط حمراء؟ بقى شو رأيك بهالعنوان؟ ما بقدر أعطيك رأيي، بس اسمع مني، لا تتحمس كتير ولا تندفع زيادة عن اللزوم. كيف يعني يا غنوان؟ يعني يا أما خفف من حدة مقالك، يا أما إذا أنت ناوي تنزلها مثل ما هي نزلها بدون توقيع. هيك قلتك؟ إيه طبعا. يعني ليش لحتى تنطبش الشربة براسك أنت أول واحد؟ أنا اللي بقصده أنه أنت بس تشوف المناخ العام صار منيح تقدر تنزل باسمك الصريح ومن دون أي خوف. والله يا غنوة عم تحكي عين العقل، معناتها مثل ما قلتي رح نزل هذا المقال مثل ما هو هيك بشريط الحائط بدون اسم أحسن. ايه وأنا هيك رأيي. طيب أنت مالك مجهزة مقال؟ لكن أنا مجهزة مقال كتير كتير قوي وكلياته أرقام وحقائق، بس يعني استنيها للعدد الجاي أول شي بشوف المناخ العام. يخرب بيتك يخرب بيتك على هالمقال شو سماوي، ولكن منين جايب هالحكي لك؟ إذا بتحب بغيره أستاذ. لا 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 تغيره، بالعكس منيح، يعني كل ما كان المقال قوي الأمور لصالحنا بتمشي، وبهالصورة منخلي غيرك يتشجع ويكتب ويكشف حاله. يعني أستاذ نزل المقال بالعدد الأول؟ ما في مانع نزله، وأوعى تنسى تحط اسمك الثلاثي وبالخط العريض. ها حاضر أستاذ، تأمر شي تاني؟ لا لا سلامتك، انصرف. شكرا، السلام عليكم. ما قلت لي همام كيف ماشي الخطة تبعي؟ ماشي من أحلى ما يكون. يعني كشفت المعارضين اللي عم يرفعوا فيك تقارير عند الوزير؟ لا لسه، بس ولا يهمك، الجماعة على وشك أنهم ينكشفوا. كيف يعني؟ يا ستي مبارح طلع العدد الأول من مجلة الحائط وكان فيه 3 مقالات ضدي، مقال لفرحان وهذا طبعا من جماعتي، ومقالين تانيات مثل السم. ومين كاتبون هدول المقالين؟ ما بعرف، نزلوا بدون أسماء، وعلى ما يظهر خافوا يحطوا أساميهم، بس بتصور بالعدد الثاني رح يحطوا أساميهم، خصوصي لما رح يشوفوا إنه ما حدا حكى مع فرحان. حلو كتير، بس بتعرف شو لازم تعمل هلا؟ لا والله، شو لازم أعمل؟ لازم تكافئ فرحان قدام الكل، ساعتها بيطمنوا وبتشجعوا لك أكتر. برافو عليك يا كوسر، فعلاً إنه عندك عقلية تآمرية فريدة من نوعها. من بعد ما عندكم حبيبي. رايح جيب لك عصير فيمتو. الحقيقة ما بخفيكم أبداً إني كنت سعيد كتير لما قريت العدد الأول من مجلة الحائط، وسعادتي كانت أكبر لما لمست روح الجرأة والصراحة والنقد البناء بهالمقالات، خصوصي المقالة اللي عم تحكي عن سوء الإدارة، مقالة جريئة مكتوبة بأسلوب نقدي تهكمي لاذع مر ساخر بتذكرنا بتشيكوف وعزيز نسيم، لأنها مكتوبة بلهجة أدبية عالية ومحبوكة حبك وتلامس الواقع ملامسة صادقة وعميقة، بس للأسف الشديد صاحب المقال ما حط اسمه، مو مشكلة معلش ما حي ما بده ما نجبره، وفي مقال تاني عم يحكي عني وكيف إني عينت 5 من أقربائي بمناصب مهمة بالشركة، وأنا بقول لصاحب هذا المقال إنه كلامه صحيح 100%، وأنا رح أشكل لجنة خاصة لدراسة وضع هؤلاء ويلي بيستاهل منخليه، وإذا كان قرايبي منخليه معلش ما بتخرب الدنيا، وإذا ما بيستاهل الله معه قلبي داعي لو ما بيلزمنا.
وفي مقالة تانية أو تالتة بالأحرى قوية جدا، صدامية صدامية كثير، وعم تتناولني بشكل مباشر، وكاتب المقال ما بخفيكم هو الأستاذ فرحان أبو رملي، فيا ريت كلياتكم تسفورا للأستاذ فرحان. أستاذ فرحان أنا بتشكرك كثير على هالمقال، وأنا بسبب جرأتك وشجاعتك وموضوعيتك قررت أني أصرف لك مكافأة شهرين من المهية بتاعتك. حيوا معي الأستاذ فرحان الغيور على مصلحة الشركة. الله وكيلك ما صدقت عيوني يا غلو. معقولة؟ معقولة يصرفوا له مكافأة شهرين؟ شايف؟ والله كسبها الفرحان. أخ أخ شو ندمت لأني ما حطيت اسمي على المقال وما استغليت جو الديمقراطية اللي عم تعيشه الشركة هالأيام. تاري الموضوع مو مثل ما تصورنا أبدا. بصراحة نحن ظلمنا الأستاذ همام بسوء الظن تبعنا. تاري الرجال يعني حابب يشتغل من قرب ورب وبدون عقد، الله يحييه. إيه والله يا بديع، هيك يبدو. يا لطيف يا لطيف، شو إجا على بالي وقف بنص الاجتماع وأصرخ بوش الأستاذ همام وقول له أنا صاحب المقال اللي أنت عم تحكي عنه. بس ما بعرف شو صلي، ما بعرف شو صلي وخرست. إيه يلا ما صار شي، ملحوقة. قلتك ملحوقة. بصراحة أنا حاليا عم جهز مقال أقوى من الأولاني مشان العدد الجاي. رح تنزل باسمك الحقيقي؟ طبعا ولو. وأنا كمان ناوي أنزل مقالتي بالعدد الجاي، لأنه على ما يبدو المناخ صار مشجع تماما. كيف تحول منزل المدير العام إلى مرآب للسيارات؟ المهندس بديع نادر. يا حبيبي وصلت الشغلة لسياراتي كمان. من المسؤول عن حالات الوفيات بين صيصان المؤسسة؟ المهندسة غنوة مغناج. والله كانت مخبأة بتيابها المهندسة غنوة. شايف معلم؟ فعلا هي غنوة ما كان حدا حاذر عنها أبدا. أقارب ومعارف المدير العام ينعمون بفراريج المؤسسة. جمال منتصر. من هذا كمان جمال منتصر؟ هذا واحد فني بالمرآب سيدي. ها هذه اللي كان ناقص. والله سجلت الأسماء كلها بالبلاك ليست؟ كلها تسجلت سيدي. كم اسم طلع عندك؟ 9 أسماء. ماشي الحال، هات القائمة لشوف. تفضل أستاذ. عفوا شو ناوي تعمل فيهم؟ ما رح أعمل شيء، هدول عم يعارضوني ولازم استوعبهم وحاورهم. كل ما هنالك إني رح أتجنب شرهم فقط. كيف يعني أستاذ؟ يعني الكبير فيهم إحالة على التقاعد، ويلي ما وصل لسن التقاعد تجميد بالبيت، وبقية الشباب نقل على فروعنا بالمحافظات، وهيك بيرتاحوا وبيريحوا. إخواني أحبائي، في إشاعة قوية عم تقول إنه حملة التنقلات والإحالة على التقاعد الأخيرة يلي صارت إلها علاقة بالأمور يلي انكتبت بمجلات الحائط. وأنا للتوضيح بقول إنه هالفكرة غلط تماماً، لأنه جدول التنقلات الأخير يلي صار إجاني من فوق، وأنا مالي يد فيه أبداً. وحملة التسريح حملة طبيعية يا أخي، لأنه في زملاء صغار بالسن صار لازم يندعموا وياخدوا فرصتهم. بقى لا تفكروا أبداً أنه نحن حاولنا ننتقم من حدا أو نسيء لحدا، وهي أكبر دليل على كلامي قدامكم. هاي الأستاذ فرحان أول واحد كتب مقال جريء وناقد بمجلة الحائط، وأول واحد حط اسمه الصريح على المقال، ويحوي قدامكم لساته ورا مكتبه، ما حدش قرب عليه. لذلك يجب ألا تصغوا للشائعات إطلاقاً، وعلينا أن نستمر بالنقد البناء الهادف. ومرة تانية رح قلكم، كرمال الله يلي بيحبني بينقدني. انقدوني يا شباب مشان الله، انقدوني بوز ايدكم، انقدوني، لأن الوطن العربي كما هو معلوم لا يقوم إلا على أكتاف المخلصين من أبنائه، المخلصين الناقدين من أمثالكم. وإنني يلا أمجد، صار وقت المدرسة. ماما صباح الخير.
حبيبي؟ ايه فقت. صباح الخير ماما. صباح النور. يلا جهز حالك مشان المدرسة، اوعك تتأخر. ها حاضر ماما. إلى السيد نعيم، إلى السيد نعيم، حان الآن وقت الاستيقاظ. نعيم، نعيم، نعيمو، نعومي، يلا فيق بقى. الحلوة دي قامت تعجن في البدري. وصاص، تضربي أنت والصوت، مثل صوت المعزاي. مين مصوتك علي أنت؟ مين بدخلك لموقعي؟ أكيد هي مرتي، هي فصول مرتي. عم تغني كمان الحلوة دي قامت تقوم قيامتك. صباح الخير ريم. صباح الخير ايمن، شو انت هون؟ شو هالمفاجأة الحلوة هي؟ اي والله فقت قبل وقتي بربع ساعة ولساتني عم مارس رياضتي الصباحية. منيح اللي فقت بكير مشان اشوفك شوي. لساتك نفس الموقع يا ترى؟ ايه لساتني. صحيح، وانت شو اخبارك؟ يا سيدي عندي اخبار جديدة، بس هلا ما راح اقول لك شيء، بعدين بدي اقول لك. ايه ما في مانع، اصبح بس زوريني انت بموقعي مندردش شوي عطشات، اوكي؟ اوكي. درسنا اليوم عن شاعر عظيم، ولد في القرن الماضي وتوفي في اواخر القرن. اشتهر بشعره الغزلي الرائع، وهالشاعر هذا من مواليد دمشق. حدا منكم عرفه يا ترى؟ انا عرفته. انسى مين هو يا امجد؟ نزار خباني. احسنت يا امجد. شاعرنا لحلقه اليوم، قصدي لدرس اليوم، هو الشاعر نزار قباني. تصفيق لامجد. وهلا رح ناخذ قصيده زيديني عشقا. وهالقصيده هي غناها مطرب قديم كتير اسمه كاظم الساهر، يمكن تكونوا سمعانين فيه. بتقول كلمات القصيدة: زيديني عشقا زيديني، يا أحلى نوبات جنوني، زيديني غرقا يا سيدتي، إن البحر يناديني. والمطلوب هلأ إعراب الكلمات يلي موجودة بهالقصيدة. شو إعراب كلمة عشقا؟ معنا كاظم من العراق، تفضل. مفعول به ثاني منصوب. برافو برافو كاظم، تصفيق. الحلوة دي قامت تعجن من الفجرية، والديك بينده كوكو كوكو من الفجرية. يلا بنا على باب الله، يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية. صباح الصباح فتحي أعلم، والجيب ما فيش ولا مليم،
صباح الصباح يديني خيره والجيبي ما فيش ولا يورو. صباح الصباح يديني خيره والجيب ما فيش ولا يورو. صباح الصباح يديني خيره والجيب شي ما. ما قلتي لي يا جمالات شو رح تطبخي اليوم؟ صدقيني مش عارفة يا أختي، أصل العيال عايزين يأكلوا ملوخية بالأرانب وأنا ماليش نفسي أعمل أيتها حاجة. لكن أعملي مثلي يا جمالات وما بتندمي أبداً، أنا بطلت شغلة الطبخ من زمان. الله، ودي تيجي؟ ليه كفل الشهر؟ لأنه صارنا سنة ما اجتمعنا على صفرة واحدة، بقى لشو الطبخ ووجع القلب؟ أمال بتاكلوا إيه؟ بناكل أكل جاهز من السوق. والله فكرة جهنمية، وماله؟ هو أكل السوق الجاهز بقى كخة؟ أصلي بيني وبينك أنت عاملة زي وديدة بالظبط، ما تفرقيش عنها بحاجة. مين وديدة؟ وديدة صاحبتي اللي في تونس، هو أنت نسياها مش فاكراها؟ مبلا مبلا تذكرتها، زرتها مرة على موقعها بالإنترنت ودردشت معها شوي. دي وحشاني خالص، مش عارفة أودي وشي منها فين عشان تقصيري معاها. بس بصراحة أنا حسيتها ناشفة شوي. إيه يعني ناشفة؟ يعني زي ما بتقولوا عندكم في المصري، واخدة ألم في نفسها. آه، هو أنت حسيتي كده كمان؟ ليش في حدا غيري يقلك هالحكي يا جمالات؟ أمال يا هيفاء، طبعاً كل صحباتي اللي في المغرب العربي والخليج قالوا نفس الكلام. معناته أحساسي بمحله. ما علينا، أنا عايزة أستأذن منك يا حبيبتي عشان متهيألي إني جايالي زيارة من ليبيا. يا ترى وين موقع وديدة؟ إلا ما يطلع معي على الليست. مرحبا يا أخي. أهلا وسهلا، تفضل. مو هذا موقع مكتب المجد العقاري؟ مزبوط، وصلت أمور. ما يأمر عليك ظالم، أنا عندي بيت وحابب بيعه، ففي مجال بيعه عن طريق مكتبكم ولا ما في مجال؟ ولو تكرم عينك، بس يا ريت تبعث لي مواصفات البيت. ماشي، رح بعث لك فايل أنا وأنت سايبه عندك. ماشي. طيب أنت قديش حاطط له سعر؟ يعني قديه بتقدر أنت؟ أنا ما بعرف. والله مثل ما بتعرف السوق دائر كتير بهالأيام، وما في حركة، والأسعار كل ما لا عم تنزل، ومعلومك الإشاعات ملي البلد عن السكنة بالقمر. يعني ما بعرف قديه بتقدر أنت؟ يعني من تحت 7 ملايين. بس هيك؟ إيه بس، لأنه معلومك المتر بحي الزهور بيسوى 600,000 ليرة. طيب ماشي مفهوم، يعني نحن خلينا نطلب مبدئياً 8، وبالبازار على الأخذ والعطاء يعني ممكن يصير شيء، شو رأيك؟ تكرم عينك، على كل حال موقعك على الإنترنت صار عندي وإيميلك كمان، بقى إذا أجاني زبون المطلوب ببقى بتصل فيك، شو رأيك؟ شكراً كثير لك. الله معك. ايه؟ مين اللي عم يدق على الكمبيوتر كأنه عم يدق على باب بستان؟ مرحبا بابا. اهلين بابا. اهلين ريم. شو هالمفاجأة اللطيفة هاي؟ قلت لحالي طالما ما عم تسأل عني لأسأل عنك أنا. والله طول عمرك يا بابا صاحبة واجب. شلونك؟ شو أخبارك؟ كيف أحوالك؟ الحمد لله ماشي الحال. شو في ريم؟ كأني حاسس فيه بتمك حكي. ايه مزبوط. احكي لشوف بابا، عم بسمعك الصوت عندي مفلتر وصافي، احكي. صراحة بابا انا تعرفت على شاب كتير ظريف عن طريق احد المواقع بالانترنت. شو هالحكي؟ ومنين هالشاب؟ من برزخ القمر، وبشتغل شوفير مركبة فضائية، بسافر شهرين وبيرتاح شهرين. طيب انت كيف تعرفتي عليه؟ عن طريق نادي للتعارف، أخذت عنوان موقعه وزرته فيه. زرتيه بموقعه؟ إيه شو فيها؟ لحالك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك يا بنتي ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. حكي لي لشوف شو صار بهالزيارة. ما صار شيء، شو بده يصير يعني؟ يعني تبادلنا شوية آراء وأفكار وحكينا ببعض الشغلات
بعدين اكتشفنا انه من حباط. ايه وبعدين؟ ولا قبلين، زلمه طالب ايدي للخطبه. وافقتي انت؟ ولو، ليش انا الي كلمه من غيرك بابا؟ رايي بضل رايكم، مو انتوا هيك ربيتونا؟ ايه والله يا بنتي، ونعم التربيه. وانت شلون صرفتي؟ اعطيته عنوان موقعك وموقع ماما، وقال بأقرب فرصه رح يزوركم هو واهله مشان يفتحوا معكم الموضوع. طيب ما قالوا لك امتى اقرب فرصه؟ يعني بس لا تجتمع ليالي، لانه هو مدور عنوان موقع امه. ليش امه مو ساكنه معه برزخ القمر؟ لا، امه بجزر باهاما وابوه بتاهيتي، بس قال خلال يومين ثلاثه بجمعوا بعضهم وبزوروك على موقعك. طيب انا شو ممكن احكي معهم؟ خليك طبيعي بابا، لا تستحي، لا تخجل، احكي بالاجراءات، خطبه المتقدم المتاخر، التلبيسه، الذهب، بلاتين يوم، هالشغلات. حاضر بابا حاضر، مثل ما بدك، اطلعي هلا من الموقع بلا مطرود الله يرضى عليكي، جايني زبون. حاضر بابا، أوروار. شو هالباير المريخ هاد؟ ماما ارفعي ارفعي هيك ارفعي. انا حطوا طيارة الاسعاف. نايم حبيبي، شو صار لك يا نايم؟ نايم شكر الله سعيكم. عظم الله اجركم. شكر الله سعيكم. الله يرحمه ويحسن اليه، شو كان منظوم. شكر الله سعيكم. البقية بحياتكم والعوض بسلامتكم إن شاء الله. شكر الله سعيكم. Ein herzliches Beileid. شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. شكر الله سعيكم. سعيد بمعيتك. شو سنة؟ شو يا حباب؟ شو القصة؟ ايه حكي؟ طبعاً إلا، ليش صافي بتتم المدخل؟ أخي أنا لا دخلني ولا خرجني، جارك أبو ياسين قال لي صفة هون أم صفيتها. أهلين أهلين سيد نبيل. لا تأخذنا جار من شان الله، اضطريت وقف السيارة بالمدخل لسهولة حملالهم، طلعت لفوق على البيت. ليش خير شو في؟ ليش كترت هالبحث والرمل؟ ليش جايبهم لهون؟ شو بدك تساوي يعني؟ يا سيدي اختك ام ياسين الله يرزقنا ويرزقك، يعني اجاها شوية مصاري ورثة من اهلها، فإنا لحن عواد ما تضيع المصاري هون وهون، فقررنا ننفض المنافع، يعني مثل ما بيقولوا المطبخ والحمام والتواليت، الله وكيلك صاروا بيقرفوا. ايه شو عليه؟ لازم، بالهنا ان شاء الله. هو قديش بتاخد معكم وقت هالقصة؟ يعني شهر شهرين، هذا إذا الله يسر، والورشات صدقت معي، وإذا لقينا البضاعة بالسوق كمان. إيه، الله يوفق يا رب. في المنى من الفنين والفنانين. أمي اشلحي هالكفوف من إيدك أحسن لك. بإيدي تقبرني، لأنه أنا ببرد بكوانين. إنت شو جابنا لكوانين؟ نحن بتموز، يعني بعز الصيف. يو، شو هالحكي؟ يعني ما فات الشتاء لسا؟ لا تقبرني. طيب بس يجي الشتاء الليلي، لأنه بنسى أنا. حاضر تيتا تكرمي. طب اطفي لي هالصوبيا. مطفية تيتا مطفية. إلا كان ليش شوبت واحترقت وزخني العرق؟ طيب اشلحي الكفوف لحتى تستحمي تاكلي. ايه تيتا على عيني. بكرة بس ينزل التلج بدي ألبسهم،
لأنه السنة ما لبشتهم لسه. يا ناهد ويني؟ يلا ها خلصت، تفضلوا. يا الله الله يعطيك العافية يا كنتي، والله ما بعتبرك إلا مثل ستي. ليش كل هالقد شايفة ماما كبيرة؟ لا تقبريني، لأنه أنا بحبها مثل ستي الله يرحمها. تيتا ستك ما ماتت، لساتها طيبة. يوه شوفي الملعونة، ما بدها تموت قبلي. يلا أمي اسكبي اسكبي هلا. يلا بسم الله. يا لطيف يا لطيف طلطل، شو هجموه؟ مينو هدول اللي هجموا أمي؟ دخل شو هذا؟ هذا جارنا عم ينفض بيته وعم يصلح المنافع. عم يضربوا مدافع؟ ليش لينفض بيته؟ على علمي بيته جديد. شو بعرفني؟ هو بحب التغيير. يا ترى بده يطول بهالنقطة؟ قال بده شهرين على الأقل، لأنه عامل له حفلة مرتبة. بابا والله كثير، يعني يا ريت يخصوا قبل ما يبدأ فحصي بالجامعة. ليش إمتى رح يبدأ فحصك أنتِ؟ بعد شهر ونص. لا تاكلي هم بابا، إن شاء الله بيخلصوا قبل هالوقت. تفضلوا تفضلوا، كبي ناهي. يعطيك العافية جار. أهلين جار، تفضل. لا شكرا، زيارك عامرة. خير جار الأمور؟ ما يؤمر عليك ظالم، بس أنت سيد العارفين أبو ياسين، الناس بعد الغداء بتنام شوي وبتستريح، ولا أنا غلطان؟ والله معك كل الحق جار، يعني وقت القيلولة مهم كتير، بس بدك تحملني شي نص ساعة، حاكم عم بخلع بلاط المطبخ، بيان كم بلاطة مو محرزة أتركهم لبكرة، وينك؟ تفضل، تفضل شبلك فنجان قهوة من الترمس. لا شكرا، يعطيك العافية، خاطرك. مع السلامة، لا تواخذنا جار نص ساعة دخيل عيونك. ولا يهمك، خذ راحتك. الله معك. ليش عم نسمع شيء؟ شو هما يقولوا؟ شو بيعرفني؟ ليش أنا فهمانة شيء؟ رشا قدومينا تأتي من اختيارها لما هو أكثر صحة، وإن كان ذلك صعبا. شو نبيل شايفتك لابس من هلا؟ والله يا ناهد ما قدرت نام ولا دعية. وبعدين معه اطلع حاكيهم قل لهم إنه في ناس بدها ترتاح. ألا بدي أطيع على طلعة ونزلة؟ يعني إذا الواحد ما في ذوق من إمتى بتخلقي له ذوق؟ وأنت وين رايح هلا؟ وين بدي أروح يعني؟ على المكتب، خاطركم يا جماعة مستعجل. الله معك. تيتي جانتنا أبو ياسين. شو صار؟ ما خلص شغل بهالبيت تقبريني؟ لا ما خلص، الحمام والمطبخ بدهم شهر لحتى يخلصوا. يوب وش لو بدهم يطبخوا ويغسلوا؟ بدهم يروحوا بحاله؟ أنا من يوم رايح ما عاد زورهم، ركن زرك تقبريني؟ شو بعمل بحالي؟ ألو نعم. ألو دخيلك يا نبيل، الحقنا رح نغرق بالماي. خير شوفي غليتي لي قلبي. ما بعرف، يمكن شي بوري ضايق عند الجيران وعم يدلف علينا. بقى تعب بسرعة، الله يخليك رح يغرق البيت. يه شو هذا؟ شو عم ينزل مطر؟ ليش ما قلتي لي انه اجت الشتاء وبلشت الدلفولة؟ تيتي هذا مو مطر، هذا من عند الجيران. لكن ليش هيك عم يغرقونا بالماي؟ في عندهم بولي طائق، ما بتعرفي طابق؟ هو علينا انت الثانية. الله وكيلك يا جا.
عشان الحق مو علي، الحق على ابو درهم. لك هذا ما بيرضى يشتغل الا بالمهد الكبير. مع العلم قلت له في بالك هون في بولي مي، ها هلا بينكسر. ما صدقني على طاخ وطيح، حتى انكسر البولي. شو بدنا نساوي؟ امر وحصل. ما اختلفنا يا اخي، بس كنتوا قطعوا المي حتى ما تزرزق علينا. ولا يهمك جار، المي اللي عم تزرب لعندك هي مية خزان، والخزان قرب يفضى. يعني اطمن، لا يكون لك فكره. شو الحكي؟ طمنتني والله، كتر خيرك. شوف اخي كبير، اي غرض بيتعطل عندك انا مستعد ادفع لك حقه. ها ولا يهمك، مالي مستعد تزعل مني ولا شوي. انبسطت اخي نبيل. ماشي الحال سيدي، السلام عليكم. الله معك، مع السلامه اخي نبيل، مع السلامه. ساوي قلشين نرجلي، بخاف يهجم البرد على غفلي، لأنه لما بيهاجم البرد الإنسان بتقفي من رجليه. لا تخافي، بكير على الشتاء. ايه بس يجي قليلي وتخليني بخبر كان. يو شو هاد؟ هجموا؟ لا تخافي أمي، لا تخافي، هدول الجيران عم يقصوا رخام. عم يمصوا رخام؟ لا أمي لا، هدول العمال عم ينشروا رخام بالصواريخ. نشروا الصواريخ؟ لا تيتي، بابا عم يقلك انه عم ينشروا الرخام بالصاروخ. وين زدتوا للصاروخ؟ الله يهدن الهي. لا حول ولا قوة الا بالله. امي هذا اسمه منشار حجر، عم يقصوا الحجر، يعني اسمه صاروخ، هالآلة اسمها صاروخ. وليش عم يقصوا الحجر؟ شو بالظاهر بدهم يفضوا بيتهم؟ بابا لقيته بدنا نضل ساكتين، ما بيصير هيك، الله يخليك لإلك شي حل. الله وكيلك ما قدرت ادرس كلمه واحده اليوم، وبكره عندي امتحان. العمى بقلبه العمى، صارت الساعه 10، لامتى بدهم يضلوا عم يشتغلوا؟ لا تاخذني جار، ما سمعتك من صوت الصاروخ. ولك يا أبو ياسين، يا أبو ياسين، صارت الساعة 10 والناس بدها تنام يا أخي. من هلا بدكم تناموا، لسه الدنيا بكير، الجاج ما بينام الساعة 10، بعدين ناموا أخي ناموا، مين راشش على عيونكم في الفول؟ ولك يا أخي، المفروض توقفوا الشغل أنتوا عند العصر، عند المغرب، مو تضلوا تشتغلوا لأنصاف الليالي. الله يسامحك يا جار، هيك بسنتين ما بخلص شغل، يعني أنا عم بشتغل ليل نهار وما عم بلحي، بدك كان يوقف العصر. الله يسامحك على الاقتراح يا سيد نبيل. وشو بدنا نعمل بهالبنت يلي عندها فحص بكرة أبو ياسين؟ بدك تدعي لها وتقول الله يوفقها ويفتح على بصيرتها وينجحها بتفوق. أخي بالمختصر، وقفوا لنا صوت الخبط والطرق وصوت الصاروخ إذا بتريد. على عيني وراسي، بس بدك تطول بالك علي ساعة زمان بس. أنا شو بدك؟ ولك يا أخي، معقول تبلشوا بالخبط والطرق والسفق والنشر من على بكرة الله وتفيقوا العالم؟ أخي مشان الله، الله يرضى عليك، لا تقطعتي معي كثير، هلا كون الجيران من الصبح لسه واحد طالع وواحد نازل. أخي أنا آخذ الشغل من أبو ياسين مقاطعة، يعني إذا بدي أشتغل على كيفك وكيف الجيران الفزلكين اللي مثل حكايتك، أنا بينخرب بيتي وما بخلص شغل بشهر، بقى الله يرضى عليك حل عني. بس أنا اللي بعرفه إنه القانون حدد أوقات للشغل ولازم تلتزموا فيها، مو فضل مسألة يا أخي. وإذا ما التزمنا؟ والله وقتها مضطر أقدم شكوى للشرطة. شو هالحكي؟ رعبتني والله، خوفتني، كركبتني. أخي مشان الله أقدم شكوى للشرطة، إيدي بزنارة تقدم هلا الشكوى. Thank you.
يعطيك العافية. يا ميت أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. مرحبا. شرفت. الحقيقة أنا بدهن بيتي وحابب تساعدوني بهالموضوع. إيه تكرم عينا. الله يفضل تفرج. شو اللوحات هاي؟ هاي بيقولوا لها دهانات ديكورية. أيوة. كم غرفة بيتكم؟ 4 غرف. شو بتريد نوعية الدهان؟ والله أنا بفضل ينشف بسرعة لأنه الجيران قرعوني هم يعملوا لي عجل عجل عجل. بتحبوا مت ولا المنيع؟ ليش شو في عنكم أنتم؟ عنا الاثنين. والله أنا بفضله مت. إيه مو تكرم عينك؟ الله يخليك. يعني شلون بتحب الألوان؟ ما في عنكم مصادر؟ بلا تفضل. يا ريت. يا سلام. هذا الحقيقة أنا بحب الألوان هذا وبدي أعمل كل غرفة لون. ما عنا مشكلة أستاذ، أنت نقي اللون ونحن منطبق لك على الكمبيوتر، وإذا بتريد عنا مهندسين استشاريين للدهان. مرحبا. يا ميت أهلين وسهلين. أهلين أستاذ. أهلين وسهلين. يا أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا. بدي علبة دهان سماوي الله يرضى عليك. إيه تكرم عينك. تفضل شوف الألوان. ها الأستاذ نبيل، أهلا وسهلا. يا أبو ياسين، يا أبو ياسين، مشان الله فهمني، بوس إيدك. إمتى أنتوا بدكم تخلصوا خبطوا سفق فوقنا؟ الله وكيلك هر الدهان بأوضة القعدة من كتر ما خبطتوا فوقه. لا والبنت سقطت بالجامعة وأنا والمرأة ما عم نقدر ننام أو نستريح لا ليل ولا نهار. الوالدة كانت تسمع شوي، هلأ ما عم تسمع منوب، وكل ما سمعت خبط بتقول هجموا وصلوا بلش القصف الحرب قامت. معك حق جار، بس الشغلة صارت بنهايتها. أكيد. ما لك شايفني عم بشتري الدهان؟ كم يوم بدك يعني؟ شغلة 20 يوم. لك من شهر انت قلت لي بعتمة لسانك، اصبر علي شهر. مزبوط، بس اختك ام ياسين قالت لي طالما الشغله صايره وصايره والحفر والتكسير شغال، ليش ما منركب شوفاج؟ قلت لها ايه والله. وانت قلت يا ام ياسين شو هالحكي؟ بالله العظيم. ايه والله. هلا بدكم تحفروا من شان الشوفاج؟ لك لا، حفرنا وخلصنا، عوفت المساله. حفرتوا؟ وينك يا اخي؟ مثل ما اتفقنا يا اخي، انا بحب الالوان الهادية الله يرضى عليك. وغني طبيعيا بالعنصر الفيتاميني الفتي. يا سيدي اليوم العصر لطلع اخر عامل من بيت ابو ياسين، قمنا ليفنا الحيطان وشطفنا الدرج. يا مين اللي انفلاش؟ تيتي ما حدا انفلاش. ماما عم تقول شطفنا الدرج. شو ليش شطفنا الدرج؟ جيرانا بيت ابو ياسين خلص اليوم لسه شو بيتهم؟ ما في شيء تيتي، ما في شيء. ليش عم يرطوا بيتهم؟ ايه جار شو رايك بالمسطره؟ هذا اللون احلى ولا اللون الاولاني؟ والله اللونين حلوين، موفقين فيهم. طبعا الشغله تابعه لكم بس حلوين. يا سيدي بقي لنا يومين بنفلي هالدمني خلصنا. ان شاء الله يا سيدي. الف مبروك. على راسي. نراك بخير. اهلا يا جار. الله معك. مع السلامه. خليك على اللون الاول حبيبي. حاضر. صباح خير. صباح النور. بتصدقي اني من 6 أشهر ما نمت مرتاح مثل هالنومه؟ الحمد لله. وين بتحب تشرب القهوه؟ والله بفضل نشربها على البلكون. على عيني وراسي. تسلمي حبيبتي. العمى ما كنا نخلص طرق وسفق كمان. العمى على القصه. شو هادي ها؟ اهلين جو. صباح الخير. صباح الخيرات. على حساب انتم خلصتوا شغل بالشقه مو هيك قلت لي؟ ايه والله مزبوط، خلصنا تمام، ما بقيان عندي غير دهان الباب. تفضل. شو تفضل ما تفضل؟ من وين جاي هالطرق والسفر؟ سلامة سمعك استاذ نبيل، الطرق والخبط من شقة جارك ابو مالك اللي تحتها. شو هالحكي؟ الك خاطرك جار. الله معك، مع السلامة. مرحبا جار. اهلا وسهلا جار. تفضل تفضل. لا شكرا حبيبي، صوت التخبيط والتكسير من عندكم؟ اي والله من عندنا جار. فوتي انت، انا بحكي مع الزلمه. اي والله من عندنا جار. ليش خير؟ شو بدكم تساووا ان شاء الله جار؟ والله بدنا نضم البلكون للصالون الجواني،
وبدنا نهد الحيط اللي بين الموزع وقط العدل، وبدنا نعمل خزانة بالحيط. أيوة، وكم شهر إن شاء الله بتكون لتخلصوا؟ يعني بدك تقول شي 4 أشهر بالكتير. عم قل لك فوتي لجوا، أنا بتحكي مع الزلمة. يعني شي 4 أشهر بالكتير جا. يا سيدي إن شاء الله بالهنا، بس إذا بتريدوا لا تخلوا الورشات تتأخر بالشغل، وإذا ما بتشتغلوا يوم الجمعة منكون ممنونينكم. ولو على عيني جا، إيه الله أوصل الجار لسابع دار. لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كل عام وانتم بخير. وانت بخير حبيبي، وان شاء الله بينعاد عليك بالصحة والسلامة، وانت فوق راسنا يا رب. كل عام وانت بخير بابا. وانت بخير حبيبتي، الله يرضى عليكي، الله يحفظك حبيبتي. كل عام وانت بخير يا عمري. وانت بخير تقبريني. يا شو هذا؟ حتى بده يهجموا؟ يهجموا تيتي. لكن شو هذا اللي عم تسمعوه؟ ليكون ما سبتوه. سبتوه أمي، سبتوه، سبتوه من امبارحة. لكن ليش عم يضربوا مدافع من الصبح؟ تيتي، مو مدافع، هذا تخبيط عند الجيران. تشفيط عند الجيران؟ قولك يا أخي، يا حبيبي، يا روحي، افهم علي مشان الله. يعني معقول تشتغلوا بالعيد كمان؟ فهمنا، اشتغلتوا ليل نهار ما حكينا شيء، بايام الجمعة بلعناها، بس بالعيد كمان؟ ايه والله طخنت كثير، طخنت. ولك يا اخي شو بدنا نساوي؟ يعني نحن كمان ما عارفين كيف بدنا نخلص بقى. ولك يا اختي الدنيا عيد، عيد وبدنا نستقبل الضيوف، بقى بتلاقوها حلوه يقعدوا عنا والخبط شغال فوق راسهم. يا معلش جار لا تواخذنا، يعني كمان بدكم تتحملونا شوي. إيه لا تأخذيني، صرنا سنة عم نتحملكم يا أم مالك، وعلى اليوم منخلص وبكرة منخلص، وما كنتوا تخلصوا، بقى ليش ما بتأجلوا الشغل لبعد العيد؟ آسفين يا جار، والله ما منقدر، لأنه هذا الحداد اللي عم يشتغل عنا جوا بده يسافر بعد العيد مباشرة على العمرة، وما راح يرجع إلا لبعد شهر. سيدي الله يتعامل كل مشتهي، بس ليش ما بتجيبوا غيره أنتو؟ يا ريت، بس هذا قرايبنا وشاطر كتير. وين رايح جا؟ ما ضيقناك يا فتحي، عاملين قران محمود سهل سهل، لا خلص طبيعك وراهم، سافروهم من الهرم ان شاء الله. ايه ماما لونا لا تخافي حبيبتي، جيبي الاولاد وتعي. لا لا اطمني ليكن لك فكره، ما عاد يوقع شي فوق راسهم، ولا عاد يطبسوا بالتراب الابيض مثل هذيك الزياره، لانه جارنا ابو نادر خلص شغل البيت من 3 ايام. ايه تقبريني، ايه يلا عم بستناك. الله معي. شو شايفتك مبكر اليوم؟ بتعرفي يا نائم اني ما قدرت نام منيح، يمكن لاني تعودت على صوت السفق والرقع والتكسير، ولما راحت هذه الاصوات قلقت. احمد ربك انه صرنا 3 ايام مرتاحين. بس اطمني يا ناهد، من هلا ورايح ما عاد يزعجنا شي حبيبتي، لانه ما ضلت شقه فوقنا او حوالينا وما انتفضت نفض. الله يرحمك يا امي، شو اشتهيتك تشوفي هالنهار. الله يرحمها يا ناهد، وصتني وهي عم تتوفى وقالت لي يا ابني الله يرضى عليك ادفني بشي قرني هاديه، مليت من الضجه والخبط، مليت. لا والمسكينه كانت كل ما تسمع خبطه تقول لي شو هجموا هجموا يا ترى. يعني حرام لو عاشت لك من نهار مستريحه حتى تستمتع معنا بهالهدوء الرباني. خي بسم الله الرحمن الرحيم. شو هالاسوار؟ والله العظيم ما بعرف، مو من هون قولا واحدا ولا من هون. ولا من هون نهوتي، مو من هون ابدا. من فوق ما في شيء. لكن منين هالاصوات؟ يا ستي هالاصوات من تحت، قولا واحدا ما في ذلك شك. انتظريني.
يعطيكم العافية. عم هنول يعطيكم العافية. معلم طمر معلم. مين المسؤول هون؟ نعم يا أخ. أمر أنا المسؤول. بقدر أعرف شو عم تشتغلوا بالأبو وليش نافضين المطبخ؟ بقدر أعرف الأول مين حضرتك؟ أنا المنحوس اللي ساكن فوقكم. ها هلأ أفهمك، يعني حضرتك جارنا، إذا هيك بحقلك تسأل شو عم نشتغل. أصبح شو عم تساو؟ عم نشتغل كافتيريا صغيرة. كميليا صغيرة؟ ما فهمت. يعني مطعم صغير ورح نسميه مطعم النحلة، بقى شو رأيك؟ إلي هيك حالي، لازم تاخدوا إذن الجيران. نعم نعم ما سمعتك، شو قلت؟ هيك القانون بيقول. عمي أنت رجال كبير ومقدر وما بدي ابتلي فيك، يسر على بيتك. القانون قال. امشوا شباب. بدك تبتلي فيني؟ يخرب بيتك ما أوقعك، والله لو فيني القوة لابتليت فيك. لعنة شو الناس هي؟ اهلين وسهلين بلونا. يا اهلا وسهلا ومرحبا. مرني ما يأمر عليك ظالم، بس صار معك شي يا ترى؟ والله يا استاذ نبيل ما صار معي شي، وانا كنت عم حاول رغب زبايني بهالشقه هي، وعم يعرفوا انه الشقه فوق مطعم النحله عم يهربوا. ليش ما بعرف. اخ من هالعمر وانا وين بدي اهرب؟ قالوا رضينا بالبين والبين ما رضي فينا، يا حسره. تبكيني يا نانسي عجرة؟ بفهم أنا بالأنوسة لأني مخضرة. نانسي نانسي نفوتي ساوي لك قهوة؟ نعم قهوة قهوة ساوي لك قهوة؟ لك نحن خرجنا نروح على الربوة. لك مو على الربوة، ساوي لك قهوة. ايه فهمت عليكي، ساوي اللي بدك اياه، املي زهورك. لتقوم افتح الباب، ليش ما عم ترد على الباب؟ عم يرن؟ الباب الباب افتح الباب. يعني عم يرن؟ ايه عم يرن. ايه قوم شوف مين. يلا مرحبا جار. انا حمار. شو بك؟ عم سلم عليك، عم قلك مرحبا جار. اهلين، شو بدك انت كمان؟ ليش ما قلت لي انك بدك تبيع الشقة؟ انا ما عم بسرقها الشقة. الشقة مو بدك تبيعها؟ ليش ما قلت لي انك بدك تبيعها؟ ليش بدك تشتريها انت؟ ايه بشتريها. انت بتشتريها؟ ايه. شو بتسافي انت؟ معلومات بالمطعم، عندي برنامج فني صغير. عندك جني صغير؟ بالمطعم عندي برنامج فني صغير. برنامج فني صغير. عندك دب صغير؟ برنامج فني صغير، موسيقيين يعني. ايه هدول الموسيقيين. شو هو؟ بدهم شقة يناموا فيها، بدي شو؟ بدك نايم الموسيقيين عندي؟ لك مو عندي. أنا ما بدي نايم لا موسيقيين لا دركاتية، نهودي نهودي. لك شو بدك تعمل؟ اشتري الشقة مني. بلا الشقة بلا صعة، روح اشرب حكي يا زنزاطين. أنا ما بدي نايم موسيقيين حبيبي. أنت ما بدك تبيع الشقة. لا حبيبي لا لا. أنا ما بدي نايم موسيقيين حبيبي، أنا لله وللرسول ما حد أبدا أنا أتدخل بهالشغلات منو، أنا ما بدي موسيقيين إنهم عندي هدول الثانيين، تعرف يعني شو هدول اللي بيروحوا على الشغل خير، يعني مو حكي أنا منو، فهمت علي؟
اجى موزع الجرايد اليوم؟ لا لسه ما اجى. العمى بقلبه، ايش وصل له؟ ليش تاخر كل هالقد؟ لا تاخر ولا شيء، بس انت بصلتك محروقه، شو قصتك متلهف على قرايه الجرايد اليوم؟ هلا بدي ضل افتي وعيد، كم مره قلت لك انهم عملوا معي مقابله وصوروني واليوم بدهم ينشروها؟ عملوا معك المقابله الك لوحدك؟ لا مو لوحدي، مع كل رؤساء الاقسام ومع الاستاذ طارق رئيس الشركه كمان. ها اجا يمكن. صباح الخير استاذ نزار. صباح الخيرات، ليش تاخرت كل هالقد؟ مو بايدي استاذ، زحمه مواصلات. هات الجريده لشوف. بدك البعث ولا الثوره؟ لا هي ولا هي، بدي جريده تشرين. يلي نشرين فيها تشكيل وزاره؟ لك شو بيعرفني؟ يلي فيها مقابلتي. على عيني. تفضل استاذ. يسلم ايدك. ناشرين المقابلة بس مو ناشرين صورتي؟ العمى على الحظ المسخم، الكل ناشرين صورهم مع داي، سمير وفريد وعبد الحميد وناصر وطارق إلا أنا، بدي أخرب بيته لهذا مصور الجريدة، يخرب بيته ما أخباه، أنا بفرجيه. طول بالك بجوز نسيو. ألو سيد لامح، مرحبا، أنا غزوان رئيس قسم الأرشيف والتطوير بالشركة. بالله شو عرفتني هلأ بس؟ وليش ما عرفتني قبل ما تطير صورتي من الجريدة؟ صدقني يا أستاذ أنا ما دخلني، أنا أعطيت الصور لرئيس التحرير وهو اللي تصرف. وليش ما حط صورتي؟ والله ما بعرف، بس على ما يبدو ما عاد في محل بالصفحة. لك شلون ما له محل؟ شلون؟ هلا كل هالحكي الفاضي اللي بالجريده وصور هالدعايات في إلهم محل وصورتي ما لها محل؟ لا استاذ خلص لا تزعل، اكيد بنعوض لك اياها المره الجايه. لك روح عنا يا، سمعت من هالكلام كثير، بس شو بده يحكي الواحد؟ يا حوينه كروز الدخان يلي اعطيتك اياه، ايه ايه طبعا، الله معك، مع السلامه. الدخان اللي اخذت له يا وطني ولا اجنبي؟ لا وطني. إيه لو كان اجنبي كان مش الحال. ولك انا يلي حارق قلبي يا بهيره انه كل رئيس قسم عنا بالشركه متصور مع مسؤول مهم شكل ومبروز الصوره وصامده فوق راسه بالمكتب الا انا. شو بيجي برطله؟ بيجي برطله شو بتجيب له يعني؟ صباح الخير استاذ غزوان. صباح خيرات. تفضل اي احلى فنجان قهوه. يسلم ايدك. حمدو بدي اسالك. تفضل استاذ. مو حرام هالبرواز يكون فاضي؟ بس ولا يهمك، وحياتك رح ملي باحلى صوره وبكره بتشوف. بيطلع لك استاذ بيطلع لك، ليش شو ناقصك حضرتك؟ الله وكيلك يا استاذ، الاستاذ سمير خلاني امسح صورته مع رئيس المفتشين 3 مرات، قال شو؟ خايف عليها تتغبر. معلوم يا عمي، بده اياها تلمع على اساس شوفوني ما احلاني. لا والأنكى من هيك الأستاذ فريد، قال شو؟ بده يركب لمبات صغيرة حوالين الصورة المتصورة مع رئيس البلدية. لكن مشان ينور عليها، الله يعمي قلبه شو بيحب يمسح شيوخ. لكن الأستاذ عبد الحميد قال بده يكدر صورته مع رئيس الشرطة، هيك سمعته عم بيقول. بالله شو؟ مشان يخوفنا يعني؟ خذ مني رئيس الشرطة، لا بيعرفه ولا بعمره سمع باسمه، بس هو دحش حاله دحش بالصورة وتصور معه. بس أستاذ النهفة النهفة الأستاذ ناصر. الأستاذ ناصر مو متصور مع المدير العام وعلق صورته وراء على المكتب، قال بده يغير محل الصورة. لك بس بس سمت لي بدني، الله يسم بدنك انت الثاني. تأمر شيء أستاذ؟ لا ما بدي شيء. يعطيك العافية أستاذ غزوان. أهلين أمري. إذا سمحت عندكم اجتماع مع الأستاذ طارق بعد نص ساعة. مثل ما بتعرفوا يا أساتذة انه زيارة سيادة الوزير المفاجئة لشركتنا بعد يومين رح تكون في غاية الأهمية، وخصوصا انه هي اول زيارة للشركة بعهده الميمون. يعني سيادته بلحمه وشحمه رح يزور شركتنا؟ طبعا بشحمه ولحمه بعضمه يعني. استاذ وشو هي الاقسام اللي بده يتفقدها سيادة الوزير؟ كل الاقسام،
لأنه سيادة الوزير بيحب يطلع على كل شاردة وواردة بنفسه. وأكيد في غدا بعد الزيارة، مو هيك أستاذ؟ إيه طبعاً. شو قالوا لك عنا ما منفهم بالواجب؟ رح نغديه ونحليه كمان. سيدي أنا بقترح ناخد معه صورة تذكارية مشان ما ننسى هالزيارة أبداً. إيه أكيد أكيد، والمصور حيضل معنا طوال الوقت. أستاذ غزوان وصل لمصور السيد لامع. خليه يدخل فوراً. حاضر أستاذ. مرحبا أستاذ. عرفت ليش بعت وراك يا لامع؟ إيه طبعاً أستاذ بعرف. سيادة الوزير جاي بكرة وأنا رح كون موجود هون مشان غطي الخبر بالصور. حلو كتير، ولا تنسى إنه هاي فرصة العمر بالنسبة لي. ها؟ لا يا أستاذ، لا شو عم تحكي؟ وحياتك يا أستاذنا لحتى أخذ لك أحلى لقطة. عظيم، وهالمرة رح يوصلك مني كروز أجنبي وأنينة عطر كمان. خلص خلص. ايه؟ يعني بدون ما تحكي أستاذ، اعتبر إنه صورة حضرتك مع الوزير صارت بقلب البرواز وملونة كمان. طيب، وشو بتنصحني أعمل مشان الصورة؟ أستاذ في يعني شغلة مهمة كتير. وقت اللي بيجي وقت الصورة حضرتك حاول تطحش طحاش هيك لناح السيد الوزير، وإذا هيك إجا كتفك بلزق كتفه بتكون لقطة فوتوغرافية بتجنن. ويا ترى لازم ابتسم ولا لازم يكون وشي جدي؟ لك لا أستاذ شو جدي؟ طبعا لازم تبتسم مشان الناس لما يشوفوا الصورة يعرفوا إنه حضرتك مبسوط بالزيارة هيك يعني. بهيرة أنا أحلى وقفة واقفة مع الوزير هيك مثلا ولا هيك ولا هيك هيك هيك. شو بيعرفني ليكو على السؤال ليكو؟ لك فصاعة فصاعة أخ منك يا بهيرة. لك مشتهي مرة أسألك سؤال واحد وتجاوبيني عليه دائما على قولي. ما بعرف شو بيعرفني ما بعرف. سألنا هذا الوزير يا ترى انه احسن وقف هون على يمينه على يساره ما بعرف شو هاي ولا على هون بعرف شو انا احسن. هو لازم الزق فيه لزق هيك هيك. وقف عندك ونشكركم يا سيادة الوزير على هذه الزيارة المفيدة، وسوف تكون اقتراحاتكم نبراساً وملاحظاتكم أوامر، وأتمنى من كل قلبي أن تتكرر هذه الزيارة التي سنسجلها في تاريخ شركتنا بمداد من ذهب. والآن اسمحوا لنا يا سيادة الوزير أن نفوز معكم بصورة تذكارية سوف نعلقها في قلوبنا وليس على الجدران. تفضل تفضل.
هيك ما بيصير يا شباب، ها لا تدافعوا شوي شوي، لا تاخذوا سياره الوزير، كلهم بده يكونوا قريبين منك بالصوره. لك العمى بقلبك شو صار بالصوره؟ يعني لو كنت عم ترسم رسم كانت خلصت. لا سيدنا خلصت بس شو؟ ما طلعت بالصورة يعني؟ لا يا أستاذ شو عم تحكي، شلون ما طلعت وما شاء الله وكان عليك، بس يعني في مشكلة صغيرة. لك شو هالمشكلة بقى؟ فهمني خلصني. أستاذ غزوان خلص، بكرة بجيب لكم الصورة بتشوفوها. ماشي أستاذ، مع السلامة، يلا معك. شو الله لا يعطيك عافية، فوق تعبك وكسر ايديك الهي على هالصورة. لك ويني انا؟ استاذ شو ويني انا؟ هي انتو هون، هي حضرتكم، يعني هي عين وحدة، اذن وحدة، نص منخارة، نص شواربة. لك بس يعني ما قدرت تطالع غير نصي بالصورة؟ لا ويا ريت نصي اقل. شوف شلون ايدي طايرة، العمى تقول مقطوعة مو هيك؟ يا استاذ الله يسامحك، يعني انا شو ذنبي؟ يعني انتوا وقفتوا على جنب فالعدسه ما اخذتكم. ولك ياخذك عزرائيل الهي، عزرائيل ياخذك. انا وقفت على جنب ولا هذا الحيوان اللي دفشني وكان رح يجيب اخرتي هو اللي خلاني واقف هالوقفه؟ المهم استاذ نهايته، يعني هلا في كروز دخان وعطر ولا ما في؟ والله انت ما بتستاهل ربع كروز وما رح اعطيك اياه كمان، يخرب بيتك، روحت علي فرصه تاريخيه. لك روح من وجهي هلا، روح. العمى بقلبك شو بليد روح. ادخل. استاذ هاي المعاملة للسيد محمد زنبوعة. محمد زنبوعة؟ اهلكنا هذا. استاذ هاي مو صورة مديرنا مع سيادة الوزير؟ صحيح. بس يا حزرك انا وين؟ حضرتك مالك موجود. شلون مالي موجود بقى؟ وهذا مين؟ هاد مين هذا كان؟ ايه لا تواخذني، صدقني ما عرفتك. روحي من وشي هلا روحي، قال ما عرفتني، قال مع اني مبين مثل عين الشمس. هاتي ما عرفتك. ايش عمي؟ اهلين حبيبي. استاذ اهلين وسهلين. استاذ بس هي بدها توقيع. يا عيني ان شاء الله. الف مبروك الصوره استاذ. الله يبارك فيك. شفت الاستاذ طارق وسمير وفريد وابو حميد وناصر معلقين وراهم بالمكتب استاذ. اوف 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 اوف، لحقوا يصمدوها كمان. ايه لحقوا. ممكن اشوف الصوره استاذ؟ تفضل. ان شاء الله الف مبروك، والله فرحت لك من كل. الله يبارك فيك. بس وينك بالصوره استاذ؟ شلون ويني؟ ليكني طرف الصوره، شفتني؟ ايه والله، ايه صحيح. بس صدقني ما شفتك اول مره، يعني ليش هيك طالع كأنه ناشرينك بالمنشار؟ ناشريني بالمنشار؟ ولك يخرب بيتك على هالملافظ البشعة، روح تيسر من وشي، روح شوف شغلك، روح. تأمر شي استاذ؟ روح. يخرب بيتك، والله كان لازم تطلع أحلى. ماشي الحال، بدي حطها بالبرواز شو ما كانت تكون. ما فهمت عليك، على شو انت عم تورجيني هلا؟ صورتي مع الوزير. صورتك؟ وينك انت؟ مالك مبين؟ ويني انا؟ ولك صار لي متجوزك 20 سنة وقاعد بخلقتك وما عرفتيني؟ شلون بدي اعرفك اذا مالك اثر بالصورة كلها؟ مالي اثر؟ وهذا مين ولك؟ هالراس لمين؟ وهالعين هي لمين؟ نص هالمنخار لمين؟ نص هالدقن لمين؟ نص هالرقبة لمين؟ لمين هدول؟ هلا بدك تقنعني انه نص هالزلمة انت؟ إيه لكن انا مين وهاتك؟ ايه بصراحة مالي مصدقة. شلون مالك مصدقة؟ كل هالملامح ما لازم يكون لها صاحب؟ انا صاحبها. هلا شلون يعني؟ لك يعدموني اياك يا حق، يعدموني اياك. مرتي، لك مرتي اللي صار لي بخلقتها 20 سنة ما عرفتني بالصورة. يا استاذ الله يخليك، انا شو ذنبي؟ خلاص ان شاء الله سيد الوزير بيجي مره ثانيه على الشركه، والله يصلح غلطتي. اعيش يا قديش لينبت الحشيش، وبخاف اذا اجى الوزير مره ثانيه يجي شي واحد هيك مثل البغل ويدفشني. طيب استاذ
شو رأيك زبط لك شي صورة طالعك فيها عم تتعشى أنت والسيد الوزير لحالكم؟ ليش هالشي بيصير؟ طبعا بصير استاذ، يعني ليش لحتى ما يصير؟ يعني أنا مثلا بشيل صورة السيد الوزير بمطرح وصورتك بمطرح تاني وهيك بلزقوا مع بعض وبيمشي الحال، تطلع حلوة كتير. لا أنت هالمرة ناوي تخرب بيتي على المزبوط. طيب استاذ غزوان، يعني هلأ بدي أقول لك شغلة، ما في قدامنا إلا حل واحد. وشو هو؟ رح صورك مرة تانية بالطول الكامل محل ما تصورت مع السيد الوزير، وباخذ نصك من الصورة الجديدة مع نصك بالصورة القديمة وبلزقوا مع بعض بتطلع مزبوط. قولتك بتزبط؟ ايه طبعا بتزبط استاذ، انا بزبط ابوها ما تاكل هم ابدا. هلا بدي منك نفس الوقفه اللي كنت واقفه تمامك هيك ونفس التطليعه الحلوه والابتسامه الرقيقه. جاهز؟ ماشي حال جاهز. يلا تفضل استاذ، خذ وضعك. استاذ يلا ها جاهز حالك؟ ايوه. لا ميل شوي استاذ، لا لتحت لتحت. اي بالعكس بالعكس. ايوه ابتسم استاذ بالعكس. خلي خلي واحده ثانيه استاذ، ابتسم. ايوه ابتسامه اعرف. ايوه ايوه غزوان شو صار لك؟ صرت طالب المصور من الصبح لهلأ خمس مرات، طول بالك هلأ بيجيب لك الصورة. مشتاقلة يا بهيرة مشتاقلة. غريب ما حدا عم يرد بالاستوديو. بيكون على الطريق وإذا تأخر يعني شوي خربت الدنيا. إجا. شلوني معك استاذ؟ شرف. هيك ها؟ هلأ أنت عيني فعلا شي بيرفع الرأس يا بهيرة. ايه جاية. تعال شوفي الصورة محلاها، لا تقولي معرفتيني. شوفي هذا بدا. ايه هلأ بينت. ماشي استاذ، تقبل بشي تاني؟ لا ولا يهمك وبكرة متحاسب. استاذ كروس كامل وأجنبي. لا ولا يهمك أجنبي. تسلم لي استاذ. سلام 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 سلام. وشو رح تعمل بهالصورة؟ يا ستي هي رح أعملها برواز وأصمدها بأفضل مكان عندي وجاتها فيه الحساد. ايه تتهنى. مرحبا يا أخ. أهلين وسهلين. تفضل. الله يرضى عليك، بدي منك أحلى برواز مشان بروي صورتي مع سيد وزير. شوف هذا انا. يا على عيني وراسي. الله يخليك. شو رايك بهذا؟ لا خفيف هاد، بدي احسن احسن. طيب هذا شو رايك فيه؟ اتقل اتقل، بدي اتقل. ولك هذا سيد الوزير يا رجل، مو مسخره. الله يرضى عليك. انا عيني. طيب هاد شو رايك فيه؟ ايه هاد معقول ذهبي، لانه الذهبي بده ذهبي ما هيك؟ طبعا. الله يخلي لي اياك، بس بدي اياك تستعجل لي قد ما فيك فيه. يا على عيني وراسي. الله يرضى عليك. على عيني وراسي. شكرا. تكرم استاذ. الله يكرمك. اخبار الصباح اخبار الصباح، تعديل وزاري تعديل وزاري، القاء القبض على وزيرين. اخبار الصباح اخبار الصباح، تعديل وزاري تعديل وزاري. طار الوزير. ايه مو بس طار وزيرنا يا استاذ غزوان، سمعت لك كمان انه بدهم يحكوا لانه مدري شو لاهط. ومو بس هيك، كمان مديرنا استاذ طارق كمان بده يطير لانه محسوب على الوزير القديم. الو. مرحبا استاذ. نعم. هون محل البراويز. لك امور شو بدك؟ صرت مخبركم اكثر من مره مشان تيجي تاخذوا البرواز والصوره.
نعم؟ لك انت عن شو عم تحكي؟ عن شو عم تحكي؟ انا مالي عندك لا برواز ولا صورة. شلون مالك عندي؟ ما انت بنفسك جيت طلبت مني برواز لصورتك انت والوزير وذهبي كمان. ولك حبيبي انا مالي عندك شيء، والصورة يلي عندك مو صورتي، انت عم تتبلاني ها؟ بقى الاقي لك واحد تاني وتسلى فيه. الله معك، مع السلامة. تفضل استاذ. يسلم مدياتك حمدو. وديك. شو وصلت له قهوة لمديرنا الجديد؟ وصلت له. بس يا لطيف يا استاذ، يا لطيف شو وشه ناشف بقطع رزق. لا عم. اي والله. الله يجيرنا مما هو اعظم. دبرنا بشي استاذ؟ لا سلامتك، الله معك. مرحبا. لك يخرب بيتك، شو جابك انت لهون؟ انا شو جابني لهون؟ قسما بالله 100 مرة تلفنت لك وحضرتك ما ترد علي. أنا بس بدي أفهم إنه هالصورة إلك ولا مو إلك؟ أخي إلي إلي. هات لهون العنها، خود مسيك. وينك؟ لبقيت تورجيني خلقتك منوك، فهمت؟ لبقيت تجي لهون على الإطلاق. حاضر. الله معك. السلام عليكم. مع السلامة. المدير الجديد استاذ عبد الحسيب بده اياكم فورا. ايه على عيني، ليش لا؟ ادخل. الف مبروك يا سيدنا، الف مبروك على الاداره. الحقيقه نحن من زمان تركين انه المقدمات. يا حاضر سيدي. بلا المقدمات هلا. قل لي هذا اللي بالصوره بتعرف مين؟ هذا ايه نعم سيدي بعرفه، هذا فريد رئيس قسم الانتاج. ايوه. الو يا شعبان، تعمل لي قرار نقل على المنطقه الشماليه باسم الاستاذ فريد. وصوره مين هي؟ استاذ، هي صوره الاستاذ سمير. يا شعبان، تعمل لي قرار نقل على الباديه للاستاذ سمير. ايوه. وهي صورة مين؟ هاب. هي صورة عبد الحميد سيدي. ايوه. يا شعبان، كمان بتعمل لي قرار نقل على المنطقة الشرقية باسم الأستاذ عبد الحميد. وهي صورة مين؟ سيدي هي صورة مديرنا السابق. سيدي هذا كان من زلم الوزير المرتكب. بعرف بعرف، اطمن. هلا تقلع وصار ببيته. وهي صورة مين؟ هاي صورة الأستاذ ناصر مدير المستودعات. هذا بننقله على الأرشيف القديم. سيدي بيستاهل بيستاهل، لأنه كان عم يسرح ويمرح أيام مديرنا المخلوع. ماشي، أنت يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي. دخلات؟ نعم سيدي. وهذا المقطوش هون مين؟ سألتك مين شباب؟ والله صدقوني ما عرفته منيح. بس أنا لازم أعرف. سيدي ما بيستاهل تشغلوا حالكم فيه، ما بيستاهل. وليش ما بيستاهل بقى؟ لأنه بصراحة سيدي هذا نص زلمة ما بينخاف منه. نص زلمة؟ ها؟ لك فعلا فعلا نص زلمة، هي عجبتني منها، فعلا نص زلمة. شو؟